المسدس حرام. يا عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولد. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا حبيبي يا صاحبي. عاصم يا بطشر. عاصم يا بطشر. أنا أموت نفسي يا حبيبي. عاصم يا بطشر. في إيه يا حبيبي؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. أنا حبيشة يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. إيه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. أنت ما متش؟ لا الحمد لله. طب فاضل كام حلقة؟ 30 حلقة قاعد بتنافس. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روق مخك يا صاحبي. إيه ده يا دلع؟ أنا مسكر. اتدلع يا حبيشه اتدلع. خلاص طالما غيرت الاحداث يبقى انت اللي هتيجي معايا الكباريه. اجي ما اجيش ليه؟ بقول لك ايه يمه؟ ايوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولد. لقيته حنان يا حبيشه؟ ايه. اغسل عارك وهاتها لي مل عيني منيه. ماشي؟ بتخوفيني ليه يمه؟ بتخوفيني ليه؟ يلا يا مسكر. يلا يا صاحبي. احنا نقعد نعمل بقى مسلسلات طول الكلاس. لا بقى لا لا اللعبه دي مش حلوه وحرام ومش هنلعبها تاني. ليه يا عم؟ انت كنت عامل ضابط وكنت ماسك مسدس وعمال بتضرب الناس. لا انا مش عايز اعمل دور ضابط. وانت عايز تعمل دور ايه؟ انا نفسي ابقى اكبر كواد في الوطن العربي. لا لا بجد بجد انا نفسي افجر نفسي وادخل الجنه ابقى ارهابي. يعني انت عايز تبقى ارهابي؟ اه. وتفجر نفسك؟ اه. ماشي احنا هنخليك تفجر نفسك بس تفجر نفسك بره الكلاس. ماشي. ما تفجرش نفسك جوه الكلاس عشان احنا مش ناقصين. هاتوا له المتفجرات، هاتوا له المتفجرات بسرعه. هاتوا له المتفجرات. خد لفها دي حوالين وسطك او حوالين رقبتك. يلا حوالين انا هفجر نفسي. يلا روح فجر نفسك. يلا بره الكلاس. خلصت منه. عايزينك في الكلاس معانا. خلاص ايه ده؟ لا لا افتحوا لي وانا مش هقول لكم حرام وحلال. خلاص لا خلاص روح اي حته تانية غير الكلاس بتاعنا. اروح فين مع شطر الثالث يا جدع؟ روح تركيا، روح اي حته هناك تبني. نقول احنا مش عايزينك يا سيدي. مالك يا بنيامين؟ في ايه؟ انت ليه يا بنيامين كل لما بتسمع الاغنية دي بالذات بتقعد تعيط؟ بصراحة يعني بصراحة ما بفهمش ولا كلمة منها. اغنية انت عمري بتاعت ام كلثوم دي حلوة قوي. حلوة ايه؟ ده الواد ليشا بيغنيها احلى من ام كلثوم. يا لهوي عليك يا ليشا يا لهوي. تفتكر يا بنيامين المصريين هم اللي سرقوا اللحن مننا ولا احنا اللي سرقناه منهم؟ اكيد طبعا هم اللي سرقوا اللحن مننا زي ما سرقوا الاهرامات وابو الهول. ايوه بس ابو الهول ده منحوت في الصخره اللي عندهم. يعني الاهرامات هم اللي نقلوها يا بنيامين؟
يا لهوي. احنا لازم ننقل وجهة نظرنا للعالم كله ونفهمهم ان الاثار دي بتاعتنا والاهرامات التلاتة بالتحديد، خشع وشفشع ومنخشع دول. عندك حق يا بنيامين، وجهة نظرنا بسيطة ومتواضعة، احنا عايزين ايه غير ان احنا نسيطر على العالم كله. فلتح يا إسرائيل، فلتح يا إسرائيل، فلتح يا إسرائيل، فلتح يا إسرائيل. الحق يا فندم. ايه في ايه يا بنيامين، ايه اللي حصل؟ الحق يا فندم، الحق الحق. في ايه؟ هبدوا الجدار العازل والفلسطينيين دخلوا غزة. يا ريت. امال في ايه؟ حماس بطلت تضرب في مصر وبتضرب فينا احنا. يا ريت. طب انت ايه اللي حصل؟ كريم عبد العزيز في فيلم ولاد العم قتل شريف منير. يا لهوي. مش ممكن، مش معقول. انت مجنون. ازاي ده حصل؟ انت اتكلم. انت متأكد من الخبر ده يا بنيامين؟ ايوه يا بنيامين تلاتة، انا لسه شايف دلوقتي، انا لسه شايف ده دلوقتي على قناة التوك توك. على قناة التوك توك؟ مدام على قناة التوك توك يبقى الخبر حقيقي. انت ازاي ده حصل؟ كل اللي انا اعرفه ان شريف منير اتروق واتحرق في وشه. يعني بقى كارت محروق في وشه. بالظبط كده. أنا متضايق يا بنيامين اتنين، مش مصدق اللي بيحصل دوت. ده شريف منير ده كان من أكفأ رجالتنا وكان مدرب كويس جدا. يا ابني الإيه يا كريم؟ برضه فرق الطول هو اللي كسب. فرق الطول إيه بس؟ فرق الطول بس إيه يا بنيامين؟ خمسة. ما يحيى الفخراني طويل ومتختخ ومع ذلك انتحر في إعدام ميت. يا لهوي. يعني المشكلة في فرق الطول يا على بنيامين؟ على أساس يعني؟ على اساس يعني اللي قدام يحيى الفخراني كان قصير، ما محمود عبد العزيز كان اطول من يحيى الفخراني. يعني المشكله في فرق الطول يا بنيامين خمسه او فرق الاجر؟ لا. ممكن فرق الاجر يفرق. يا الموضوع مش في كده، السر اكبر من كده بكتير. امال ايه يا بنيامين اتنين؟ ركز معايا يا بنيامين واحد. ايه الممثل اللي كان قدام يحيى الفخراني كان اسمه محمود ايه؟ محمود عبد العزيز. والتاني اللي كان قدام شريف منير كان اسمه كريم مين؟ كريم عبد العزيز. والموبايل بتاعي لما اتسرق اتباع فين؟ في شارع عبد العزيز. يا ابني الايه؟ عبد العزيز. زيزو يا فندم هو الطلسم بتاعنا. ازاي ما خدتش انا بالي من حكاية عبد العزيز دي؟ لكن قول لي يا بنيامين اتنين، منى زكي اخبارها ايه بعد اللي حصل؟ رجالتنا قدروا يسيطروا على الموقف ولا لا؟ منى زكي رجعت مصر على اول طياره يا بنيامين خمسه. مين بقى اللي كان بيستنيها هناك؟ شخص لا يمكن حد يتوقعه. مين هو؟ احمد حلمي طبعا. يا لهوي، دي ضربه قاضيه لينا. ان احمد كان مستنيها؟ لا، ان الفيلم ينتهي النهايه دي. احنا كده بعد ما شريف منير يتروق ما بقاش لينا عنين هناك. احنا لازم نرد عليهم ونبعت لهم الراجل المناسب. مين بس يا فندم؟ مش عارف مين الراجل المناسب، لكن وشرف اسرائيل حقك يا شريف يا منير، انت ويحيى الفخراني لا يرجع، والدفرتين دول ما يبقوش على راجل لا يرجع. فلتح يا اسرائيل، فلتح يا اسرائيل، فلتح يا اسرائيل، فلتح يا اسرائيل. ايه الصوت البلدي ده؟ بقول هو فين رئيس المسدة؟ ايه ده؟ معقولة المساد مخترق بالحاجات البيئة دي؟ ايه ده وادي عزرا؟ ياما انت فين ياما؟ يقدر في مكتب رئيس المساد. ياما انت فين؟ انا قالب عليك الدنيا. انت فين ياما؟ يا تعالى انا هنا ياما. يابا انا هنا. يابا سايباني وماشيه ليه ياما؟ فين رئيس المساب بتاعك يا واد؟ اهو ياما. ده؟ لا ده. ده؟ لا ده. يا واد ما كلهم شبه بعض. اللي احنا زقلنا عربيته بالطوب ياما. انتوا زقلتوا العربيه بالطوب؟ هو انت جيت بالعربيه؟ لا انا جاي مواصلات. قلت لك اغبى واحد فيهم ياما. طب احترم نفسك.
ويلا اطلعوا بره انت وامك يلا بدل ما اعملها معاكم. ايه ده ايه ده ايه ده هتعمل ايه معانا؟ ما تمسكنيش يا اما. يا واد ما انا مش ماسكاك. ما تمسكنيش يا اما. اهو. ما تمسكيش يا اما ما تمسكيش. يا واد هدي اعصابك احنا جايين نحل. نحل؟ ولا يحل يخش يقول نحل؟ في ايه يا عزرا؟ انت جايب امك وجاي ليه؟ امي مش مصدقه ان انتوا طردتوني من الموساد. ايوه فاكراني ان انا زوغت من على سور الموساد ونطيت عشان ان انا ما بقاش عضو في الموساد معاكم. ايوه يا ست احنا طردناه وقرار الفصل طلع من زمان. يلا ممكن افهم رفدتوه ليه يا فخر البلاد؟ ايوه يا امل الامه اديله يا ظباط الموساد يا متصيطين ما تريحوش يا اما. الله ينور عليك يا اما. لا ينور عليكي. يعني بصي ينفع تشتغلي مع خالد يوسف في افلامه، هو بيحب الحاجات البيئة دي. بقول لك ايه يا ست، هي كلمه ورد غطاها، ابنك ما ينفعش يشتغل في الموساد. ليه؟ نايس ايه؟ نايس رد؟ اسم الله علينا اسمه؟ اه نايس مخ. اه كبده ومخ. حلوه وايد. جرى ايه يا وليه؟ انت جاي عند حسن قطوشه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا وليه، انت ابنك ماشي رغي رغي في كل حته يقول انه شغال في الموساد شغال في الموساد، ومودينا في داهيه بسبب رغيه. اه طبعا، وليا الفخر ان انا شغال في الموساد، وليا الفخر ان انا اسرائيلي، وان لم اكن اسرائيليا لما وددت ان اكون اسرائيليا. طب يا ناصح، اللي بيشتغل في الموساد ما بيقولش انه شغال في الموساد. ايه يا عم الاوفر ده يا عم، ما بيقولش ايه؟ اذا كان كل المخابرات المصريه عارفاكوا بالاسم بأماره رأفت الهجان وجمعه الشوال وسلم لي على البتنجان وناديه الجندي وبير سابع، دول مبهدلنا يا عم. في ايه يا عزرا، انت بتذلنا ولا ايه؟ يا ست هانم، الواد غاوي افلام مصري على طول جايب الحياه الحمراء مسلسلات. من الاخر كده ابنك مش هينفع يشتغل معانا. ليه يا عم مش هينفع؟ اعتبرني امك يا عم. ده قرار نهائي، انت مش قد المسؤوليه. مسؤوليه؟ بصي بيخنفوا ازاي؟ قال يعني كده مساعد يعني. يلا يا ست انت خد ابنك واطلعوا بره، احنا مش فاضيين، احنا بنحضر لعمليه تجسس وتفتيت كبيره قوي، ومش عايزين حد يعرف عنها اي حاجه، لا هدفها ايه ولا مكانها فين. مكانها فين؟ في مصر ان شاء الله. وهدفها ايه؟ الوطن العربي كله. يمين يمين خمسه انت بتقول لهم؟ ايه ده؟ انتوا استدركتوني وخليتوني اعترف؟ استدركناك ايه؟ انت مش عارف تقولها اساسا. استدركتوني استدركتوني ومش عارفين ايه؟ ها؟ طب يلا يلا خد امك واطلع بره، احنا مش فاضيين. يلا. ايه يا ام؟ يعني خلاص؟ هرجع تاني ألم عربيات قدام الموساد ومش هشتغل ومش هبقى ماشي متفشخر ان انا شغال في الموساد يا ام؟ ما تخش يا عزر، انا هستخدم اخر كارت عندي. اللي هو ايه يا ام؟ هعمل لهم مشهد اغراء زي اللي بيحصل في كل افلام التجسس. لا يا ام، هترقص لهم؟ لازم يا عزر لازم. طب ارقص معاكي يا ام؟ لا يا ضنايا. ارقص معاكي؟ لا يا ضنايا مش هينفع. لا سيب لي انا الطلعه دي، انا لازم اعمل كده، اسرائيل محتاجالك وانا بدعي لك ليل ونهار. يا سلام، فعلا الام متملي بتدعي له احسن من الام بتدي له. الام متملي بتدعي له بتدعي له احسن من الام. تعالى تعالى يا باشا، اتفضل يا باشا، ارقص مع ماما. يا اما ولدينا انت يا عم اللي بتخطر بس يا اما كفايه. بتعيطي ليه دلوقتي يا اما؟ ما انا يا ابني بشوفهم بيعملوا كده في كل افلام التجسس يا اما. ده اللي عندهم دم بس هم اللي بيعملوا كده يا اما. انت مالك ومال الناس اللي بيعيطوا دول؟ انا لغايه النهارده انا مش عارف مين ابويا يا اما. يا ولد بس هايل هايل يا عزرا، امك بترقص احسن من محمد سعد. الله يخليك، انا اللي مدربها على الرقص ده كله على فكره. هايل هايل، امك حلوه قوي يا عزرا. الله يهيئ لك الله يهيئ لك. وخلاص اعتبري عزرا رجع البوفيه،
والنبي ربنا يخليكم يا بهوات وما يغلبلكوش جاسوس ابدا يا رب، وتفتتوا العالم العربي كله فتفوته فتفوته زي علب التونه كده. يلا خلي بالك من نفسك يا ويل. حاضر ياما. اشرب معاش الاملاح. حاضر ياما. يا ويل ياما. تشربوا ايه؟ انا عايز مانجا. وانا كاكاو. مانجا. كاكاو. شاي. تانك. حمص. يعني اربع شاي. ماشي. يا حبيبتي يا اسرائيل يا اسرائيل يا حبيبتي يا اسرائيل يا اسرائيل يا حبيبتي يا اسرائيل. انا مش عارف يا بنيامين. يا اسرائيل. انا مش عارف يا بنيامين. يا حبيبتي. انا مش عارف يا بنيامين خمسه انت ازاي ترجعوا الموساد بالسهوله دي. ده لو ما رجعناهوش الموساد هيقف قدام مبنى الموساد ويزقلنا بالطوب. ده متخلف عقليا. ايوه صح، بس خلونا في المهم. النهارده بدايه اهم ثوره في ثورات الربيع العربي. انا سمعت ان هي لسه مظاهره، ما تحولتش لثوره يعني. عشان كده لازم يبقى لنا عيون في المظاهره دي. العيون دي كانت زمان، دلوقتي العيون بتطلع لنا لوحدها من على الفيسبوك والتويتر. ده احنا مش ناقص غير اننا نعرف الوان غياراتهم الداخليه. تصدق لسه بيكتبوا على المباني بتاعتهم ممنوع الاقتراب او التصوير. مع ان جوجل ايرث جايب كل حاجه عنهم. يا احلى اسم في الوجود يا اسرائيل، يا اسم مخلوق للخلول يا اسرائيل. هم اربع قهوه بتوعكم. هم احنا ما طلبناش قهوه. طب ما انا جبت لكم قهوه يا ابني. ما طلبناش قهوه. ما هي قهوه هي يا عم. يا ابني بنقول لك ما طلبناش قهوه. اكبر غلطه يا بنيامين انك رجعت الموسى تاني. يا عم نقطنا بسكاتك. ده عزرا ده جميل، ده اكتر واحد يعرف المصريين من افلامهم. انا بشوف كل الافلام حتى اللي لسه ما اتعرضتش. حلو قوي. طب تقدر تقول لي الوان غياراتهم الداخليه ايه؟ ده على حسب المنطقه، يعني مثلا لو انت في منطقه شيك تلاقي الشاب من دول مسقط البنطلون ومبين البوكسر والبوكسر مكتوب عليه الحلوه دي من شبرا. دخلت على حي شعبي بيبقى لابس البنطلون من غير ال عشان اما يبقى بي خلاص يا عزرا. ايوه عشان مفيش حاجه. خلاص يا عزرا يعني. ايوه يعني. بس يا عزرا اسكت يا عم عشان يبقى على طول. لو سمحت انت في مكان محترم. فين المكان المحترم ده؟ احنا في الموساد يا عم. طب خد الحاجات الغلط دي وهات لنا الحاجات الصح. يلا ماشي ماشي. حاضر حاضر حاضر. ما نقولش ايه اديتنا اسرائيل، قول هندي ايه لاسرائيل. احنا اهم حاجه بقى يا حبايب اسرائيل اسرائيل اسرائيل. احنا اهم يا حاجه يا حبايب. احنا اهم حاجه اهم حاجه نعرف المظاهرات دي في التحرير وبس ولا في حته تانيه. الى الان في التحرير بس قريب قوي هتبقى في كل مكان. قال ايه؟ الشعب المصري بيطالب بالتغيير. اهم حاجه ان ما يبالهمش كبير في مظاهراتهم دي. ما شربتش من لها اسرائيل، جربت تغني لها اسرائيل. اهم اربع سحلب بندق بره. احنا ما طلبناش سحلب. الله يخرب بيتك. لا يخرب بيت اهلك. ما هو سحلب هو يا عم. خلاص احنا طلبنا سحلب ونسينا. حقك علينا. الحق اسرائيل وقعت. علق. بقول لك ايه يا عزرا، هو انت ما رحتش مصر خالص قبل كده؟ لا ما رحتش، بس نفسي اروح بقى. اروح بقى على مصر واخطف منى زكي يا واركبها المركب اللي هو كانت كريم عبد العزيز وشريف منير لما كانوا في الفيلم. راح ايه شريف منير جابها على المركب، كان المركب لونه ازرق. واخد بالك؟ اقوم مركبها المركب واقوم عامل لها اللي هي العصابه اللي على عينيها، بس انا بقى عشان اتوههم ما اجيبش مركب ازرق، لا اجيب مركب اخضر وبعدين ادهنه ازرق. واخد بالك؟ واقوم فكك لها العصابه من على عينيها واقول لها دلوقتي انت بقيتي في اسرائيل. ايه رايك؟ هايل يا عزرا، برافو عليك. الله يخليك. بس بقى ايه، في انتصار. عارف انتصار اللي هي الممثله؟ اللي هي انتصار اللي هي الممثله دي كانت هي اللي استقبلت بقى منى زكي اول ما كانت عندنا هنا اسرائيل. لا احنا عايزين نغير انتصار. ليه؟ ما مش عارف يعني، مواعيدها وحشه قوي في التصوير يعني صراحه. يعني يعني مثلا تبقى بتصور الساعه 10 الصبح تلاقيها جايه لك مثلا الساعه 4 وعادي يعني. إيه وبتاخد وجبتين. التفاصيل. انت اشتغلت معاها قبل كده؟ امال ايه 8 اجزاء يا عم؟ امال ايه؟ طب هنجيب مين بدل؟ نعم هنجيب مين بدل انتصار؟ هنجيب نشوى مصطفى عشان شبهك بالضفرتين دول.
بس المشكلة بقى ان هم بدل ما يبعتوا لنا كريم عبد العزيز يبعتوا لنا احمد السقا. اوبا انا احمد السقا بالذات بالنسبة لي مشكلة. انا بس ما فيش مشكلة يعني هو ايه شوية اكشن وحركات وبتاع انا هتصرف. لا ده عنده مصمم معارك. ما انا مصمم برضه انا هصمم على كده. لا ده بني ادم اسمه مصمم معارك. وانا مش بني ادم ما انا مصمم برضه. انا هصمم واقوم ضربه. والله برافو عليك. امال ايه؟ هايل يا عزرا. الله يخليك. حد فيكم بيفكر في اللي انا بفكر فيه؟ انا بفكر في حاجه جامده قوي. بنيامين ثلاثة. انا بفكر في اللي انت بتفكر فيه يا لهوي. وانا مش عارف يا بنيامين أربعة وانت وبنيامين خمسة بتفكروا في ايه. يا بنيامينين انتوا انا مش فاكر اي حاجه خالص. انا عرفت انتوا بتفكروا ايه يا عدد بنيامين كتير. انت بتفكر في ساعة ما كنت لا انا ما كنتش. ومين اللي كان شافك وانت ما حدش شافني وانا يعني كنت لا ما كنتش وانت كنت انا عمري ما كنت انت طول عمرك لا لا انا عمري ابدا. وانت كنت ما كنتش لا كنت ما كانش فيها خالص. كان فيها لا ما احنا كنا في المصيف ساعتها في ايه مصيف تبقى قاعد من غير ما انا لازم اقعد طليق كده براحتي في ايه. وانت يا لهوي ده انت نفسه يا لهوي. وانت كنت انا كنت يعني انت كنت كنت وفرحان انك كل الناس عارفه ان انا كل الناس عارفين انك عامله يشوفوني يعملوا يعني انت كنت وما زلت انت عارف. هو انا لو مش هبقى رئيس الها ازاي يعني. ماشي يا عم. بص انا عايزك تاخد الهدى تغيره بالهل اللي احنا طلبناه. يلا بسرعه يا عزر. حاضر. ده حلمنا طول عمرنا اسرائيل تضمنا تضمنا تضمنا. واحد زي بنيامين ده الحلم ما هو مستحيل. واحد زي بنيامين واحد زي عزر ده لو نزلنا مصر لا يمكن حد يشك فيه ابدا. يا عم اذا كان هو في اسرائيل هنا ماشي يقول انا موساد انا موساد امال لو راح مصر هيقول ايه. ما هو ده اللي يطمنك. هو في جاسوس بيقول على نفسه جاسوس. برافو يا بنيامين. وفي حاجه تاني اهم كل الجواسيس اللي بعتناهم كانوا بيض وعينيهم ملونه وده اللي بيخليهم يتفقسوا. لكن عزرا الله اكبر عليه ده اللي هيعوض وكستنا. هايل يا بنيامين. وحتى لو اتفقس احنا لينا عيون هناك كتير هيقولوا انه مش معقول على جاسوس هيقول على نفسه انه جاسوس. بالظبط كده يا عزرا. عزرا اسرائيل هي امي نيلها هو دمي شمسها في سماري شكلها في ملنحي حتى لون ينحي لون نيلك يا اسرائيل. هايل هايل. بس مش كل الاغاني اللي تنفع تتقال على اسرائيل يعني. يعني لون نيلك يا اسرائيل ازاي؟ ما طبعا مش اسرائيل من النيل للفرات. ايه ده؟ ده انت طلعت وطني قوي يا عزرا. وانت فاكرني وفد ولا ايه؟ عشان كده يا عزرا احنا هنبعتك هناك في مصر عشان تبقى الراجل بتاعنا هناك. يعني ايه؟ يعني احنا هنبعتك مصر تتجسس لنا هناك فاهم؟ اتجسس لكم؟ يعني هروح مصر؟ ايوه. بس قبل ما تروح مصر لازم تتدرب شويه تدريبات قويه كده. ماشي جاهز على التدريبات. ابدأوا التدريبات. شايلك في قلبي وجايلك يا اسرائيل. صوتك بيعمل في قلبي بقليل. كلي بليلة. كلي معايا. كلي بليلة. كلي معايا. نعدي نيل ونفط نيل. شايلك في قلبي يا اسرائيل. شايلك في قلبي يا اسرائيل. ها 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 ها
اتقدم 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 وسع بلدك وتمدن. شكرا 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 تفضلوا. شكرا شكرا. هاي اللي عزرا برافو. انا دلوقتي جاهز انزل مصر. تعمل ايه يعني؟ جاهز انزل مصر. لا لا لسه في حاجة. يا سلام انزل مصر بقى وامشي على الكورنيش بتاع النيل واكل ترمس. شفت بقى انت بتقول الكلام المصري غلط. ايه انت بتقول ترمس وهي ترمس. ترمس. عشان كده احنا جبنا لك مدرب للغه والاتيكيت مخصوص. ماشي يا بنيامينه. ايوه يا مستر بنيامين. دخلي مدرب اللغه والاتيكيت. مدرب اللغه والاتيكيت مستر بن شمال. ايه ده يعني كلكم بنيامين وده بن شمال؟ مع ان انتوا كلكم شمال يعني. شالوم. شالوم خا. جود مورنينج. افترنون. بونجور. ها صباح الفل يا رجاله. ايش يا معلم؟ فين الجاسوس اللي انا هدربه؟ يا نهار ابيض ما عرفنيش. مش بقول لك انا انزل مصر اكسر الدنيا. عزرا. عزرا ده اسم. وبن شمال ايه؟ كريم شانتيه يعني ولا ايه؟ برافو براعه استهلال تحفه. براعه استهبال يعني ايه؟ خلاص خش في الموضوع على طول ما عندناش وقت. يلا اوكي. عزرا لازم تبقى عارف ان كل الكلام المصري اللي انت عارفه قدم خلاص. في كلام جديد نزل. كلام جديد؟ انا عارف كل الكلمات من الافلام. انا بشوف كل الافلام. قول يعني. يعني مثلا لو دكتور هيقول لك صباح الخير هيقولها ازاي، ولو ميكانيكا هيقول لك صباح الخير هيقولها ازاي. لو دكتور هيقول لك ثم بيكح شنب. هيقول لك صباح الخير. تمام. لو ميكانيكي صباح الخير. ما هي هي. ايوه ما اتعلم الدكتور. لا انسى بقى الكلام دوت وركز في اللي انا اقوله لك. في كلام جديد خالص نزل. تمام. لو انت في مصر وماشي وواحد جنبك قاعد بيرغي تقول له ايه عشان يسكت؟ اقول له يا عم ده وشنا بطل رغي بقى. ده كان زمان. دلوقتي هتقول انزل من على وداني. انزل من على وداني. وهو ايه اللي طلعه على وداني؟ وايه هيطلع على وداني ازاي اساسا يعني؟ هي بتتقال كده. انزل من على وداني. انزل من على وداني. بطل رغي انزل من على وداني. بطل رغي انزل من على وداني. ماشي تمام. ماشي. تاني حاجه لو انت ماشي في مصر وعايز تفك فلوس هتقول ايه؟ هقول لو سمحت فك لي الفلوس دي بعد اذنك. ده كان زمان. دلوقتي هتقول قطع لي الحته دي يا برنس. قطع لي الحته دي يا برنس يعني فك لي الفلوس. انزل من عوداني بطل رغي قطع لي الحته دي. ماشي تمام. تمام تمام. اهم حاجه لو نزلت اي منطقه عشوائيه وعايز تبقى بقى داخل وانت شبح كده وماشي. شبح يعني اروح لهم بالليل صح؟ شبح يعني صايع. شبح يعني صايع. يعني بيت الاشباح ده اللي هو بيت صيع. ايوه ماشي. شبح يعني صايع وانزل على وداني وفك لي. خلاص ماشي. لو دخلت بقى وقابلت اي واحد اي كلمه يقولها لك تضمها. اضمها يعني ايه؟ يعني لو قال لك خد يا كابتن تقول له يا كابتنو. يا كابتنو. لو قال لك تعالى نروح قول له روحوا. روحوا. فهمت؟ افهمته. انا المدرب بتاعك. ادربه. في ايه يا عزرا؟ اعذره. يا سياده الرئيس ارقصه. لا الفهم بزياده يعني مش عارف اوديه فين. تخيل معايا اللي انت دلوقتي نزلت في اي شارع في جمهوريه مصر العربيه. لا حدد لي بالظبط في انهي شارع، لان جمهوريه مصر العربيه دي كبيره جدا. يعني مثلا في حدائق القبه ولا في امبابه ولا في شبرا ولا في دقي ولا فين بالظبط؟ في امبابه. امبابه؟ امبابه. 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 فين في امبابه بالظبط؟ عند البرنس ولا عند مين؟ لا عند البرنس. عند البرنس ده بيعمل كبده جملي كده. وعليه طشه ملوخيه انا شفتهم في الافلام. فكك بقى من الاكل والحاجات دي وركز معايا. اركز معايا. تخيل اللي انت دلوقتي نزلت امبابه. اجدع ناس اللي في امبابه. وحشتني عدد نجومي. صلاة النبي صلاة النبي. حمار وحلاوة عالسكين واكسر. اوعى عالسكين واكسر. يا
عمو. بستروا تحت الكرسي يا ابني والنبي معاك. انا عندي ديمو ديمو على قديمو. انا عندي ديمو. ايه اللي ودى ديم باب دي تتقطع وتتباع في سندوتشات عند البرنس على طول دي. يا عزرا يا عزرا ركز معايا. ركزوا دلوقتي وانت في مصر وعايز تاكل، تاكل ازاي؟ اكل ازاي؟ يعني كده هو عادي يعني. يعني ايه؟ عايزك تاكل بشياكه شويه. شوكه وسكينه وكده؟ لا، انا عايزك تروح لاعماق مصر، تروح لعربيه فول. عربيه فول؟ فول بليله. ان خلص الفول انا مش مسؤول. والصلاه على النبي، الصلاه على النبي. عاوز واحد حار والنبي. وانا واحد حلو والنبي. ومع الفول لازم ترشي وكمان تاكل بتنجان وكمان جرجير دجنان. هتمسك الطبق كده اهو ومعاه طحينه زياده وتقطع العيش كده اهو وتاخد الفول بزياده. وانت بتاكل خلي بالك من ايدك وكمان من كمك. استنى يا عم، انت مالك ومال امي؟ ايه وخلي بالك من امك عشان جت رقصت لك شويه ولا ايه؟ يا عزرا انا بقول كم كم. طب ما تخليك في كمك. انت مالك ومال كمي؟ يا عزرا ركز معايا بقى والنبي. ماشي خلاص. بس إيه؟ انا دلوقتي وانا في مصر هقعد كل يوم اكل فول، هاكل فول ما انا هزهق. لا انا عايزك تطلع بقى على عربيه سمين. سمين؟ يعني واحد تخين؟ واحد تخين ايه؟ ده عربيه اللي ايه؟ السمين اللي هي ايه؟ السمين اللي هو بقى الفشه والكرشه والنشه والبشه والحاجات دي. نشه وبشه وفرشه. انا هاكل نشه وبشه وفرشه. ايوه وتاكل كلايت كمان. كلايت؟ ايوه. انا اكل حاجه اسمها كلايت؟ ايوه. يعني انا اكل كلوت وانت كلوت مثلا ولا ايه؟ في حاجه اسمها كلايت بتتاكل؟ ايوه في حاجه بتتاكل اسمها كده. وكراوع؟ كراوع. كراوع ايوه. لازم تاكلها. ناكل كراوع؟ ايوه. خلاص ماشي. نطلع على عربيه الكوارع. كراوع. يلا بينا. يلا. لا 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 لا. اديني حتة كرشة وفش. لا لا. اديني حتة كرشة وفش. لا لا. نص ليمونة ما تبقاش حرشة. لا 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 لا. عاوز حتة من الحلالي. لا لا. عاوز حتة من الحلالي. لا أصل أنا عندي في رجلي دوالي. لا 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 لا. وأنا حتة من الكلاي. لا لا. أنا حتة من الكلاي. لا لا. أصل أنا قلبي مولع شايل. لا 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 لا. هتمسك الكارع كده أهو. كده أهو. وتهبد الكارع كده أهو. كده أهو. كده أهو. كده أهو. كده أهو. كده أهو. كده 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 يلا. لا 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 لا. اديني حتة كرشة وفشة. لا لا. اديني حتة فشة وكرشة. لا لا. اديني لتة لبنتة لتة. لا 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 لا. اديني حتة من البتاع. لا لا. اديني حتة من البتوع. لا لا. اديني لك التلاتة لا 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 لا. يا عزرا ده يا عزرا مش أي كلام بيتقال وخلاص. أي كلام إيه؟ امال ايه؟ ما هو يعني فشه وكرشه وكلايت وفلايت يعني ايه يعني؟ انت كده لازم تاكل كل الحاجات دي. اكل اي حاجه؟ اي حاجه تتحط قدامك في مصر لازم تاكلها عشان ما تتكشفش حتى لو كان فسيخ. هتوصل للفسيخ؟ هتوصل. ماشي استحمل كل ده عشان اسرائيل. انا كده خلصت مهمتي. عزرا انا مش عايزك تنسى اسرائيل. افتكر كل لحظه عشت فيها وانت صغير وانت بتلعب في اسرائيل. انا بلعب في اسرائيل؟ وانت طفل. او انا طفل مش فاهم يعني. افتكر. طفل بقى. ايوه. افتكر كل اللحظات الحلوه دي. وعايزك تفتكر لما كنت بتروح تصيف وتطلع على بورتو تل أبيب
وتحضر الحفلات وتغني. هتوحشني يا أسرة. سلام يا أسرة. أسلامه. باي باي. أباي بايو. يا لهوي. يا لهوي ووه. برافو برافو يا عزرا، انت كده بقيت مية مية. طيب انا غب على مصر اقضي المصلحه واجي لكم على طول. طب في حاجات تانية مهمه جدا، الغنى والرقص المصري. وانا ايه اللي يخليني اغني وارقص يعني؟ افرض يعني رحت فرح شعبي هناك هتغني تقول ايه؟ دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا، جمع ولفق يلا واهل البيت تعالوا. انت قديم قوي يا عزرا، الاغاني دي خلصت، في حاجات جديده، عشان كده احنا جبنا لك مدرب للرقص والغنى مخصوص. ماشي يا بنيامينا. ايوه يا مستر بنيامين. دخلي مدرب الرقص والغنى. مدرب الرقص والغنى مستر بين البنين. صباح الفل على الناس الحلوه اللي موجوده، انا عايز الناس كلها تسقف ترفع ايديها، اللي بيحب ربنا يسقف. اديني قلبك خد يا قلبي. اديني قلبك خد يا قلبي. اديني قلبك خد يا قلبي. اديني قلبك يا عم خد يا قلبي. يا قلبك يا قلبك يا قلبك. اديني قلبك خد يا قلبي. اديني قلبك ما تكرهنيش يا قلبي. اديني قلبك خد يا قلبي. اديني قلبك خد يا قلبي. حبايبي تحية كبيرة للناس اللي موجودة دي. صباح الفل يا رجالة. صباح الفل. صباح الفل. عامل ايه؟ زي الفل. فين الجاسوس اللي هيتدرب بقى على الغنى والحاجات دي؟ أنا. أنت الجاسوس؟ مش باين عليا ولا ايه؟ طب ما تقول لي يا عم عشان نخش في الشغل على طول. أنا الجاسوس خش على الشغل. اسمع بقى يابا، أول حاجة لازم تعرفها اديك في السقف اتمحر، اديك في الارض اتفحر، اديك في الشرك انترك. ما دام شتيمه بشتيمه بقى. يا فين الشتيمه دي يابا؟ في السقف محر ايه وفي الارض حفر؟ انت ايه داخل تغني ولا داخل مقاوله يا عم؟ في ايه يابا؟ لا داخل مقاوله ولا نيل، انا بعلمك الاغاني المهرجانات اللي موجوده في مصر دلوقتي. دي اغاني؟ ايوه. اديك في مش عارف ايه تعمل ايه. يا راجل. والله. مين اللي بيغنيها دي؟ بيغنيها دلوقتي اوكا وأورتيجا وفيفتي والمدفعجيه. مدفعجيه؟ ايوه. بيغنوا على الحدود يعني ولا ايه؟ بيغنوا مطرح ما يغنوا بقى يابا ما تضايقنيش. يعني اسامي المطربين الحاجات دي؟ ايوه. امال عمرو دياب يبقى ايه؟ بلطجي يعني ولا ايه؟ احنا مالنا يابا؟ امال عمرو دياب؟ ماشي يا عم ماشي. يا بنعلمك حاجه للزمن. حاضر حضرتك. ركز معاه والنبي. انا اسف. حاضر. اول حاجه لازم تتعلمها مشية المغني الشعبي. مغني الشعبي ليه ماشي مخصوص؟ مال هتمشي كده عادي. ماشي ماشي. مركز ازاي؟ كتفك اليمين ده فوق، دلدل وشك شويه، طبق ملامح وشك، ايدك في توكت البنطلون، رجلك لتحت، امشي بقى يابا. يلا ماشي شويه. انا كده عايز اتعالج كده، غني في الإشارات بقى يابا. اتمرن على المشي يابا بدل الكلام على الفاضي، والنبي بدل ما تتكشف لما تنزل. يعني المطربين بيغنوا كده؟ مصريين كلهم بيمشوا كده دلوقتي. وانا اقول المصريين مالهم مالهم. ماشي ماشي زي الفل انت كده. ماشي دي اول حاجة. ايوه فك بقى عادي، خليك عادي مية مية. نخش ده ايه؟ نخش بقى على المرحلة الجديدة. ايوه الغنى الشعبي. ماشي. تعرف أغنية شعبي؟ أمال إيه؟ طب مية مية قول لنا حاجة. ليه بتاعت ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يكون في إزاز، لا يكون في إزاز، لا يكون في إزاز. نصيحة يعني. نصيحة؟ إحنا مالنا يابا ومال النصايح؟ أمال إيه؟ تنزل تنصح الناس؟ دي أغنية اللي أنت بتقولها دي بقى لها 140 سنة متقالة. ده بقول ايه؟ ده فيها اغاني كتيره جديده نزلت مهرجانات. زي ايه يعني؟ اسمع مني انا بقى. ماشي. طب الياب معايا كويس يا. وقصدت الباب وينازل قدام بيت الجيران واحده اللي ما بيحب اللي... انا عايز الناس كلها تسقف. استنى يا، انا عايز الناس كلها تسقف. طب الياب قصدت الباب وينازل
قدام بيت الجيران ومعاك في عمل على الارض وعلى الحيطان قصدت الباب ونادي قدام بيت الجيران ايوه في عمل على الارض وعلى الحيطان الناس عايزين الناس بتعمل ايه الناس استنى ده اللي بتطبل انت يالا اهم حاجه في المغني الشعبي يصوت في وش الجمهور اصوت في وش جمهور دي اهم حاجه اصوت ليه في وش جمهور هو كده المغني الشعبي في مصر لازم يصوت في الاغنيه حاضر صوت هلاوي خرابي عمتي ايه ده مش بتقول صوت صوت طب بتصوت في عزا صوت في غنى صوت في الاغنيه حاضر طب بين له يا ابني والنبي ها يلاوي ايوه يا خراب ايوه ايوه يلاوي يا سلام 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 يا وجع صوت الناس ايوه 100 100 خلاص يلا خلاص يا ده انت 100 100 الله يخليك والله الله اكبر عليك ما شاء الله عليك يا عم والله الله اكبر الله أكبر ما شاء الله هو أنا في الموساد ولا الحسين؟ الله أكبر ما شاء الله أنا بقول لك على الجمل اللي تقولها في أي فرح ناجح لو أنت ربنا كرمك والناس بتزيط معاك قول الله أكبر ما شاء الله عشان ما تتكشفش استغفر الله العظيم زي الفل نخش بقى على آخر مرحلة إيه بقى؟ مرحلة الرأس الشعبي ده غير الغنى الشعبي أنت عرفت الغنى وعرفت المشي تمام الرأس الشعبي ده بقى حكاية ازاي بقى لازم تعرفه كويس والراقص ده بقى برضه بيمشي زي المطرب امال هتمشي دي مشية المطرب اه الراقص بقى ليه مشية لوحده ازاي ركز معايا بقى ماشي ايدك دي كده رجلك كده يلا يابا بقى امشي يابا معايا بقى بعدينا بقى يابا يلا يابا والنبي اعمل زي ما انا ما بعمل ما تتعبنيش والنبي يابا اهو يا عم اهو رفرف كويس والنبي يابا عشان ربنا رفرف كويس أيوة. رفرف ايه وهنا اطير يا عم رفرف ايه ما بقاش طيران دي ولا حاجه هما بيمشوا كده يمشوا كده ايوه والتاني كده ايوه ودي كده تمام ماشي 100 100 يا عم دي مصر دي صعبه قوي يا عم النبي يا بركز نخش بقى في مرحله الرأس الشعبي الرأس الشعبي عرفت المشي اه نخش على الرأس بقى خش على الرأس جاهز معايا جاهز استناني ولا طبل يا ايوه ايوه ولعها شعللها اديني سمعني الله اديني رقصني ولعها شعللها لا 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 بتطبل يا انت ما بتعملش زي ليه انا هتشقلب لوحدي معاك اهو معاك اهو اعمل زي ما انا بعمل طبل يا لا لا ترى خد يا عم راح فين انا مش عايز اروح مصر طب خلينا اتجنن عليك وعهد الله ودوني اي حاجه تبعكم تدريش مصر ودوني تركيا انت فاكر مصر دي نزولها بالسيل حاضر ده انت لو مفيش حاجه من اللي انا قلت لك دي عملتها تتكشف حاضر يعني اول ما اخش الفرح حاضر ايوه تمام ايوه ما شاء الله الحمد لله ماشي صف الله وتحفظ الاغنيه دي بقى حاضر معايا يا عبد سلام ركز بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا الشعب يريد اسقاط النظام الشعب ارحل 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 يعني امشي ايه ياللي ما بتفهمش ايه ارحل بقى والفجا يا عم خلي عندك حبه دم
جماعة؟ ايه يا جماعة؟ نسخن شوية مع بعض. انا صوتي راح من الهتاف وانتوا بتهزروا. يا نعمل ثورة صاحية نلخيها. احنا بنعمل ثورة ولا عيد ميلاد؟ حسوا الكلام اللي بتقولوه. يلا الشعب يريد كوباية شاي في الايد. الله الشعب يريد كوباية شاي في الايد. تليمة سحرية كوباية شاي مغلية. الله تليمة سحرية كوباية شاي مغلية. هو يغني ايوه مش هنغني. هو يغني مش هنغني. بس 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 يا جماعة كفاية قوي كده الهتاف. حد معاه وايبس؟ ها؟ وايبس يعني ايه وايبس؟ مناديل مبللة. البت دي جاسوسة مرشدة. اهو انت اللي مرشد. ما بلاش السيرة دي. هو كفاية قوي الهتاف كده. احنا بقالنا ساعة ونص. ساعة ونص؟ انا شفت الفيلم ده اللي هو بتاع كريمه مختار ساعه ما دخلت الكلاب. ساعه ونص ايه بس يا عم؟ الفيلم ايه؟ احنا بنتكلم ان احنا قعدنا ساعه ونص نهتف ضد الرئيس. طب ما تهتفوا كمان شويه وانا اصوركوا عشان ابعت بقى للموساد بقى. لا يا عم لا يا عم انا جعان قوي يا جدعان. انا جعان لو كنت جعان تعالى كل من فول الميدان. مش عايز حد يقول عليك فلول. تعالى وخد من عندنا فول. الله عليك. ايه محدش هينفعني؟ انفعه. ليه الكلام ده طيب؟ اطيبه. انا ماشي عشان امشيه. يا جدعان يا جدعان انا جوعت. ما تيجوا نشار ونجيب اكل. انا هشار بخمسات. وانا بعشرات. وانا هشار بعشرينية. وانا هاكل اللي يتبقى منكم. وانا هشار بمياية. ايه ده مياية؟ شكلها ايه دي؟ مياية. ايه عم استنى يا عم انت هتقلب الراجل ولا ايه؟ اسمك ايه يا باشا؟ اسم عز را. ايه؟ عز. ايوه. ايه؟ عز. عز. والنعمة انت احسن من احمد عز. ربنا يخليك عسل. انا هشار بمياية. بص بص يعني مش بالمياه كلها. بص يا برنس خد قطع لي دي. حرام عليك دي شكلها لسه جايه من البنك بسكر. لا قطعها قطعها. حرام قطعها. خلاص براحتك. ايه ده؟ إيه والله والله ده مال ايتام. يا عم اللي انت عملته ده يا عم. يا عم حرام عليك دي فلوس ياهو. عم ده يوديه لفتاها يا عم يخرب. والنبي سجل لي الحكايه دي. والنبي والنبي سجل لي الحكايه دي. مش هيصدقوني. معلش والنبي سجل البتاعة دي. قول يا بنيامين. يا بنيامين أنا اللي قطعت الفلوس. أنا اللي قطعت الفلوس. وبلغ بنيامين أربعة وبنيامين ثلاثة. بلغ بنيامين أربعة وبنيامين ثلاثة إن العهدة يعني مظبوطة زي ما هي بس هي المية دي اتقطعت. العهدة مظبوطة بس المية دي اتقطعت. شكرين قوي يا كابتن. ألف شكر يا عمنا. مش أنت اللي قلت قطعها؟ قطعها يعني فكها. أنت إيه يا عم جاي جديد مصر ولا إيه؟ كده. أنت اللي من الأقاليم ولا إيه؟ يا عمنا قطعها يعني فكها يعني فكها بعد اذنك بس. اه يعني بقول لك فكلي فلوس يعني فكها. لا خرب بيتك يا بن شمال. لا خرب بيتك. الموساد دول هيودونا في داهيه. الله خرب بيتك. والله الموساد دول هيودوا العالم كله في داهيه. انا مالي ومال العالم كله يا عم. انا ليا في 100 جنيه بتاعتي دي يا عم. ده احسبوها عليا ب 1000 جنيه. معلش معلش ما تزعلش. قول لي بس انت هتضرب ايه دلوقتي؟ انا هضرب الداخليه. لا 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 تضرب ايه يعني؟ هتاكل ايه؟ هضرب ايه يعني هاكل ايه؟ معلم هنيش ابن اللذين. هاكل كلايد. ايه ده ايه ده يعني ايه؟ كلايد. بس ده حبيبي ده اللي هو من عند التعسفين. كلايد كلايد. ايه مفيش كلايد؟ كل واحد ياخد كلوطة. كلوطة ايه؟ كلوطة ايه؟ كلوطة مش كلوطة؟ لا مفيش. في بنات واقفة عيب كلوطة ايه؟ دي عيب؟ عيب جدا. انت في الحمام؟ والله عيب. قليمي ولا ايه؟ ما هو يا عم ايه ده؟ واحد بيقول كلايت. ايوه الكلايت. كلايت اهو بيقول ده. يا عم احمد بتاع الجرايد بس هو والدك في السين فبقول كلايت. كلايت كلايت. تاخد كوموليه؟ طب اكل كوموليه. والله جمهوريه. ما تتاكلش الكوموليه ده بيقول الجمهوريه. جمهوريه. خالتي بتسلم عليك. انت خالتك تعرفني منين؟ وانت مش عارفني ولا ايه؟ ده مين؟ افتكر بتاع كلاي رئيس ال مش فاكرني ولا ايه؟ ليه؟ طب كده تفتكرني. بص كده نشوى مصطفى. انت
بتاع الهام. ايوه بتاع المساعد. ايوه بتاع المساعد. بس وطي صوتك، انت عايز تتفضح ولا ايه؟ بقول لك ايه، ال 100 جنيه اللي اتقطعت ديت هتتخصم منك 1000 جنيه. يا عم والله ما هم اللي قطعوهم، هو بن شمال اللي علمني غلط. انسى الموضوع ده خالص بقى، انا عايزك تركز في اللي جاي وتشتغل وانت مطمن وتعرف ان احنا جنبك. ماشي. انا جنبك هنا في الكواليس. ماشي. سلام. مع السلامة. مع السلامة. واحد ياخد باله منك ويعرف انك جاسوس ولا حاجة. ما تسيحش ما تسيحش. يا عز قول لي انت هتاكل ايه؟ هاكل زي ما هتاكله بقى خلاص. ماشي. خد قطع لي دي. ركز يا عم. فكلي دي فكلي دي فكلي دي. طيب انت هتاكله ايه؟ كشري. كشري. حلو. كشري. هتاكله كشري؟ احط لك عليه كلايت. المصريين دول دمهم خفيف قوي جدا. عم حمدي احنا هناكل كشري. هناكل كشري عم حمدي. اجيب لك ايه؟ هات لي واحد ميكس جريل كلايت بره. شكرا. صوت امي رايح. حمدي هات شاي هنا العزي وتعالى بسرعة يا حمدي. الشاي والسكر كوباية واحدة. لا شكرا يا أستاذ حمدي. شكرا. لا مش عايز. ألف شكرا. مع ألف سلام. خليك في صوتك. مع ألف سلام. اقعد معانا يا عز، احنا هنعمل حفلة سمر دلوقتي. سمر؟ طب يعني هتغنوا ترقصوا كده؟ جدا. ماشي. انا ممكن اغني معاك؟ ايه ده؟ يا ريت. ماشي هسمعكم حاجة حديثة بقى. ماشي. غير القديم ده خالص. استنى استنى بس استنى. امين. يا عبسلام قمنا. بابا يا بابا يا بابا اديني. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. رفرفه رفرفه رفرفه. بابا يا بابا يا عبسلام اوبا. استنى استنى. طلعت حلو اهو. سؤال بس، هو انت ليه عملت كده وقت تعمل كده؟ مش المطرب الشعبي لازم يبقى عامل كده؟ لا خالص، ده دول اللي ملسومين على علب السجاير. لا خرب بيتك يا بن شمال، الله يخرب بيتك كله. ده التاني بين البنين. الله يخرب بيتك. ماشي ماشي. انت بتعرف تقول حاجه غير الغنى؟ اقول لكم شعر. قول. طب عايزين شعر عاطفي ولا رومانسي ولا شعر بوليسي؟ ايه ده، هو في شعر بوليسي؟ امال ايه؟ طب سمعنا حاجه بوليسي. يعني مثلا الضابط وامين الشرطه والعسكري الثلاثه بوليس. الله. ممكن حد يفتكر كلامي دون تهجيس. الله. لكن احنا مش هنسيب الميدان حتى لو بقينا بلابيس. ايوه جدا. ايوه. ابوس ايدك خدني معاك اشتغل لبيس. يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جرأتك معايا مصاب. ايه ده؟ مصاب. لا حول ولا قوة الا بالله. معانا مصاب، معانا مصاب، معانا مصاب، معانا مصاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الافورة دي؟ لا خلاص دول اتنين مطاطي. ده حتى بيزغزغ قوي. والله. ايه ده؟ في تصوير؟ لا استنى بقى. استنى بقى واحدة كمان كده. بس انجزني عشان عندي دخلة مصاب تانية في محمد محمود بسرعة. يعني أكيد طبعًا الداخلية هم اللي عملوا فيك كده وضربوك بالرصاص الحي في عينيه. بس يا عم مضروب بالرصاص الحي في عينيه، ده مضروب بين رجليه. مضروب في رجليه بالطوب. أيوة. يبقى اكيد الداخلية الظلمة هي اللي ضربته بالطوب الحي في رجليه. لا لا حرام عليك حرام. الضرب ما كانش جاي من ناحية الداخلية، الضرب كان جاي من ورا. يبقى اكيد الداخلية الظلمة لفت من ورا ضربته وراحت رجعت تاني. الداخلية. ايوه. بلطجية. والله الداخلية. بلطجية. بلطجيه. ايوه كده بالظبط. والنبي كده يا ابني عشان الكذب. أيوة. استعنا على الشاي بالله. ايوه احنا قناه الجزيره. ها ركزوا معايا. الجزيره. اللي هو بتاع احمد السقا وهند صبري. احمد السقا الجزء الثاني بيصور دلوقتي. هو في جزء ثاني؟ ايوه. ده فين ده؟ انتوا مش جزيره الفيلم؟ لا احنا جزيره القناه. قناه الجزيره. الجزيره المباشر مصر. ايوه ايوه صح. ده مستنيكم. ايوه ممكن اشوف شغل بقى حضرتك. اتفضل سيادتك. اتفضل يا استاذه. واحنا ماشيين وبمنتهى الصدفه لقينا مواطن مصري بيشتم في الداخليه. انا سمعت حضرتك وانت بتشتم في الداخليه وده معناه انك وطني جدا. اتعرف باسم حضرتك؟ عز را. ايه؟ عز را. ايه مطالب حضرتك يا استاذ عز؟ حضرتك عيش وحريه وكده وبتاع. لا معلش سوري انا مش فاهمه يعني ايه كده وبتاع.
عيش وحرية وكده يعني. ما هي أصل الحكاية ما كانتش كده، أصل الحكاية كان في ناس بره كده يعني حبوا يخشوا في الموضوع وكده، قال لك مش معقولة هنسيب البلد دي كده، لازم نخليها كده وكده وكده، فبعتوا ناس كده وراحوا جم ناس تانيين كده ركبوا كده، واخدة بالك؟ لكن الناس اللي كانوا موجودين كده ما كانوش شايفينها كده، وراحوا دول الناس دول كده والناس دول كده، بقى دول كده يضربوا في دول كده ودول كده يضربوا في دول كده اهو، لغاية أما جالهم راجل كده قال لهم إيه؟ أنتوا فاكرينها إنها تبقى كده؟ لا ده أنتوا في عينينا وكده. راحوا 30 مليون بقى نزلوا وكده بقى وقالوا ايه وكده وبتاع، لكن بعد كده ما بقاش دول كده ولا دول كده، وان شاء الله اللي كده هيرجعوا مكان ما كانوا كده باذن الله. استاذ عز انا ما فهمتش من حضرتك حاجه، بس واضح انك وطني وكده. والله ولا انا فاهم. ميرسي جدا. ميرسي جدا للساده المشاهدين، وزي ما انتم عارفين دايما ان قناه لو سمحتي بس، هو انتوا قناة الجزيرة؟ ايوه. امال قناة التت يبقى شكلها ايه؟ بتقول ايه؟ يعني انا بقول لما عليكي انا عايز خدمة صغيرة منك، انا امي بتغسل كل يومين، فبناشد اصحاب القلوب الرحيمة لو يعرفوا مسحوق رخيص متبهدلين مصاريف. والله شكرا. ميرسي جدا لسادة المشاهدين، وزي ما انتوا عارفين دايما ان الجزيرة بتهتم بالرأي والرأي نفسه. يلا باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. ايه مشي بجد؟ الرئيس مشي. انت بتتكلم. الرئيس مشي. انت مجنون. الرئيس مشي. الرئيس مشي. ايوه انتوا ليه فرحانين ان الرئيس مشي؟ هو كان مشلول. تتري بنت التي بص، 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 تتري بنت التي اسرائيل، تتري بنت التي اسرائيل، تتري بنت التي اسرائيل. بس انت ماسك علم اسرائيل؟ هو انت قطري؟ لا ده انا ماسك العلم ده عشان اولع فيه. عزرا يا كوف اثبت مكانك. يا كوف. عزرا يا كوف. ايه ده انت عرفتني؟ اه طبعا عرفتك. الحمد لله اخيرا حد عرفني. وقعت يا عزرا. مش انت المصاب؟ انا المقدم سليمان عيد. ده طالع بمنظرين، واحد بشعر وواحد من غير. ربك قادر. طيب حضرتك عرفتني يعني؟ الحمد لله. احنا راضيين كل تحركاتك من ساعه ما كنت في الموساد يا عزرا. ايه ده؟ هو عارف كمان ان انا كنت في الموساد؟ والله حتى في اسرائيل ما كانش حد مصدق ان انا في الموساد، وهنا الناس اللي حواليا كله بقول لحد موساد موساد، ما حدش مصدقني. ايه ده؟ انا مصدقك. بأمارة ماما كانت رقاصة هناك. انت شفتها وهي بترقص؟ بترقص كده. بس يا عزرا انا مش عايزك تحاول تفكر ان في اي حد من اللي كانوا معاك حواليك، كله خلاص اتقبض عليه. ايه ده؟ وحتى بنيامين خمسة اللي هو رئيس الموساد اتمسك عند طلعت حرب بأمارة ما بيقول كلايت. انت على طول كده اهو، على طول كده اهو، مصر هيبقى كعبها عالي على اسرائيل كده. وبعدين بقى مفيش خطة نعملها لما تبوظوها لنا. المخابرات المصرية مفتحة عينيها كويس قوي يا عزرا، ومصحصحة كويس قوي، واحنا عارفين ومتأكدين ان انتوا دول زيكم كتير استغلتوا الثورة اللي عندنا هنا وبعتوا عيونكم وعيونكم. طيبين، كل سنة طيبين يا جماعة، يعود علينا وعليكم رمضان بخير. كل سنة طيبة معلم شغتة. كل سنة وانتوا طيبين يا رب، ويعود عليكم الأيام بخير. ركب لي يا ابني الزينة دي بسرعة، والنبي علق لي الزينة دي فوق، نزل لي الفانوس ده. الله ينور الله ينور يا جماعة. المعلم شفتورة البلطجي لو جه لا الزينة مش راكبة مش هيصوم السنة دي، هو بيتلكك والله. كل سنة وانت طيب يا معلم شغتة. معلم بربور. كل سنة وانت طيب يا معلم بربور. وانت طيب يا معلم. عامل ايه يا ابو؟ تمام الحمد لله. ايه يا عم جاي هبب علينا ليه كده؟ في ايه؟ والله العظيم الموضوع ما بايدي، بس المعلم شفتورة السنة دي دماغه ناشفة قوي، وبيقول ان السنة دي الصيام لحد المغرب. ايه ده؟ انتوا كل رمضان هتطلعوا لنا في تقليعة جديدة ولا ايه؟ هو النظام كده السنة دي. في ايه؟ مش صايم ها؟ ماليش دعوة. انت هتعمل طفل دلوقتي وتتلكك؟ انا مش عايز اصوم لحد المغرب ها؟ ماليش دعوة ها؟ كل سنة طيبة معلم شغتة. وانت طيبة زفت. انت هتصوم السنة دي؟ والله العظيم انا ما بقدر على الصيام ده. انت تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي رمضان ده يبقى زي كاس العالم. اشمعنى يعني؟ بيجي كل اربع سنين ومصر ما بتشاركش فيه كمان. اخر راحة ودلع والله العظيم. صدق بالله اللي زيك اللي زيك ما بيصومش، انت اللي زيك متسلسلين دلوقتي. ليه يا عم شطان؟ احنا بلطجية نتكلبش بس.
يا رب يا عم اتكل على الله. يا رب هتتكلبشوا على العيد باذنك يا رب. كل سنه وانت طيب يا معلم فانوس. وانت طيب. عامل ايه؟ ازيك يا معلم؟ والنبي المعلم بيقول لك هو اعلن توبته بمناسبه رمضان ومش هيلم القهوه من حد. تمام حلو زي الفل. واحنا بس هنعدي على كل واحد نلم الزكاه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ دي مش بتاعتكم، هنوديها في مصارف الزكاه الشرعيه، تمام؟ كل سنه وانتم طيبين يا حاره. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. اصحى يا نايم صحي النوم، احنا بقينا في شهر الصوم. ساعة اللالا لسي فهمي، ساعة اللالا لسي محمدي، ساعة اللالا لمو كريم. يا زميلي قاعد اخوخو. يا زميلي انت فين ياض؟ اخوك يا صاحبي. انت فين يا صاحبي؟ انا وين ياض؟ عامل ايه؟ انت بتعمل ايه مع المسحرات يا عم؟ انا بشتغل معاه. طب خليه يقول اسمه والنبي. قول يا عم انت خوخو. خوخو؟ اسمه خوخو. اسمه خوخو يا عم. يخلص. عيني سيني لله لسي خوخو. ايه قال خوخو؟ على فكرة ما قالش خوخو، بيقول عيني سيدي للي. انت عينك سيدي للي؟ ايه يا عم مش لحللو اللي بتقوله ده يا عم كرير. ماشي هبقى انت الطبلة دي. انا هطبل وانت قول عيني سيدي للي وش لحللي. بقولك ايه، اجري في عربية اجري. ولا خوخو. ايه يا اسطى؟ تعال نشتغل عمك فانوس. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم فانوس؟ ازيك عامل ايه؟ تعال عم فانوس. ازي ابوك اخباره ايه؟ الحمد لله. والله عم فانوس والله حلو الحمد لله. تمام الحمد لله. ده ولا ده؟ لا ده. ده ايه؟ ده 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 ماله ده 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 ده. ايوه ايوه ده حلو ده. ايوه حلو ده حلو ده. انا مش اخلص. ايه لا انت خائب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خدت منه الفانوس. برافو عليك يا. بص عامل فيه ايه؟ ايه؟ يا فانوس يا اهبل. يا فانوس يا اهبل. مين يا اهبل؟ يا فانوس يا اهبل. عبيط. لا انت اللي عبيط والله. بص على ليا. يلا يا عم ليا. سلام عليك يا عم. انا هروح اجيب بقى من عم ابو ليا ده. يا عم اسمه عم ليا. ابو ليا اهو. ماشي عم ليا. عايز ايه؟ سلام عليكم. عليكم السلام. عايزين فلوس الزينه. فلوس؟ ما فيش فلوس زينه. ما بدفعش في زينه. يلا مش من هنا. طب بالزق ليه طيب؟ هو كده. هو كده يا خوخو. ايه يا زميلي؟ الراجل ده بيضربني يا عم. ايه يا عم بتضربه ليه يا عم الحاج؟ فيه اقسم بالله هتفك بالزلط افسفس لك المحل. تفشفش محل مين يا ده؟ انا فشفش لك دماغك اربع تربع. بس يا عم ما تعرفش احنا صغيرين اصلا ما حدش هيحاسبنا. صغير مني هيلف انت؟ ده انت اكبر مني. يلا يا عم بتاع الكلاب. يا بتاع الكلاب يا بتاع الكلاب. لا لا انا ما بدبحش الكلاب. انا ما بدبحهاش، ده انا بربيها. امال كنت امبارح بتدبح ايه تحت بير السلم؟ ده ثعلب. ثعلب يا بتاع الكلاب. لا 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 خلاص خلاص. امسك فلوس. امسك فلوس اهي، بس اوعى تقول لحد اني بدبح كلاب. ماشي ماشي روح. ولا ايه يا اسطى؟ تعال نروح على عمك ورور. يلا بينا. سيدي ورور. سيدي ورور. سيدي ورور ورور ورور. سيدي البس باروكة. خش عليك عم ورور. سلام عليك. عليكم السلام يا حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا اخويا. ممكن فلوس الدينة؟ ايه على الادب والاحترام والرقي اللي انت فيه ده؟ شكرا. ايه ده؟ شكرا. امشي يالا من هنا يالا. يا راجل يا قرطاس. ايه؟ ممكن تجيب قرطاس؟ مفيش يالا. امشي يالا غور من هنا اهو. طب اخد ايطايتين. ايطايتين يا ابني. طب يلا يا عم. ولا ولا يا عم. اوعى يا عم. ايه ده؟ ده احنا ما كناش عيال يا اخي. احنا كنا ادب ايه وكمال ايه ورقي ايه وعظمه ايه وشياكه ايه؟ شياكه مين يا عم؟ انت هتكذب على الناس. انت كنت بتجري في الشارع وانت عيل صغير بفانيلا حمالات حماله واحده على المالط. هنكذب على الناس؟ معلش يا عم عديها لي. كل سنه وانت طيب. الشهر الفضيل اهو. الشهر الكريم جه اهو. زي الفل. هتفطر عندي بكره بقى. ايه؟ هتفطر عندي بكره؟ لا يا عم انا ما بفطرش في رمضان الحمد لله. ايوه ما انت عشان كده هتيجي تفطر بقى عندي بكره. لا يا عم انا بتغدى على طول الحمد لله يا عم. تتغدى في رمضان؟ الحمد لله معروف. اقوم الساعه 3 العصر من النوم كده، اروح قايم من النوم واكل على طول بقى الغدوه التمام وبعديها. يا انت عندك حموضه؟ لا دي الراحه النفسيه بتاعت الشهر. يعني انت ساعه العصر بتتغدى من ساعه اداء المغرب بتعمل ايه؟ بتفرج على بكار بقى واقعد بقى. يا انت عندك حموضه والله. لا والله الشهر ده بيبقى راحه نفسيه كده والم في الكتف من هنا. لا اكشف قبل العيد بقى. اكشف بقى ان شاء الله. اعمل كده ربنا يسترها. ربنا يكرمك يا رب. يا رب
لا رمضان كريم ان شاء الله وحاجه ثقيله باذن الله وفرحه كبيره. ايام تدوم وعود عليكم الايام بخير. يا رب ان شاء الله يا معلم عماره. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا معلم عماره ويدوم عليك الايام بخير يا رب. انت زعلان مني في حاجه؟ ربنا ما يجيب زعل يا معلم. كل سنة وانت طيب يا معلم ورور. كل سنة وانت طيب يا معلم عمارة. انت زعلان مني في حاجة؟ يا عم ما الدنيا زي الفل اهي، في ايه؟ لا انتوا زعلانين مني والله. لا يا عم هتقع مننا ونعمل. معلش زعلانين والله. ركز معانا هنا. طب مش بتدفعوا ايجار الشهر ليه ما دام مش زعلانين؟ اهو ده اللي يزعل يا معلم. اهو تيجوا عند الفلوس وزعل بقى وكلام فاضي. لا امسك امسك يا معلم اهو ايجار الشهر اهو، هديك عليه كمان حتة ليا. لا خليها ليك، انا مش عايز ليا حاجة. ايجار الشهر يا معلم وروي. ماشي يا معلم اصبر علينا بس. ها اه جاي حام انت وفاير وبتاع واحنا لسه في اول الشهر. في ايه يا انت هتكبر ياض عليا ولا ايه؟ السمك مهما كبر الحوت هيفضل حوت. جريه يا معلم عماره، الخيار مهما طول القته هتفضل اطول. سلام. اه اه البطيخ مع الجبنه في رمضان بيبقى حلو قوي. بتقولوا اي حاجه؟ لا انتوا زعلانين مني يا عم والله. ما زعلانين يا لا عم. في زعل والله ما في زعل. طيب انا بقى عايز اعزمكم على الفرح بتاعي ان شاء الله في العيد الصغير. ايه ده الله اكبر يا معلم. وانا كمان فرحي في العيد الصغير. ايه ده وانا كمان فرحي في العيد الصغير. والعيد ده 3 ايام، انت اول يوم وانا تاني يوم وانت تالت يوم عشان نفرح كلنا. ايوه يا معلم. بس اقول لك ايه، انا واخد احلى بنت فيك يا حاره الدقائق. دي نفس الحارة اللي انا واخد منها. وانا واخد من حارة الدقائقين برضه. برضه عشان بنحب بعضينا فتلاقي القلوب عند بعضها. ايوه طبعا. بس بقول لك ايه، انا واخد بيت من عمارة المواردي. دي نفس العمارة برضه. يا جدعان احنا بنحلم حلم واحد ولا ايه؟ استنى. وانا برضه من عمارة المواردي. انت كمان؟ استنى يا معلم كده، انت خطيبتك اسمها ايه؟ زهرة. ايه ده؟ صدى صوت ده ولا ايه يا معلم؟ في ايه؟ اسمها ايه؟ زهرة. ايه يا معلم في ايه؟ انت خطيبتك اسمها زهرة؟ زهرة. وانا برضو زهرة. ده زهرة زرقاء عليكم ان شاء الله. وانت كمان زهرة؟ خطيبتي اسمها زهرة. لا انتوا زعلانين مني يا عم والله. ما زعلانين، زعلانين على نفسنا. ما زعلانين. امال ايه، عايزين تاخدوا خطيبتي ليه؟ اوعى تكون زهرة بنت ام زهرة اللي ساكنة في التالت. ده هي ديت. ده امها واخدة مني جاموستين على حس الجواز. امها واكلة الكوتشي بتاعها على حس الجوازة دي. اه ومش بتدفع الايجار، والبت بنتها ماشية مع مصطفى فندي. ومصطفى فندي ده عامل لي فيها بقى معجباني وحلاوة. وهو جابه مخروم لمؤاخذة يعني انت اخويا، ها؟ ويمشي بقى كده ولا حلت ولا مليم. طب وبعدين يا رجال، احنا لازم نجيب الواد شفتوره البلطجي يضربه ويعلمه القدم. ماشي. نتعاهد على الكلام دوت؟ نتعاهد يا معلم. بوم بوم باور رينجر. اوكرا يا اوكرا، رمضان بكره. اوكرا يا فاطر رمضان، يا خاسر دينك. كلبة نفس وده هتقطع مصرينك. على فكرة أنا مش فاطر. لا فاطر يا فاطر. وربنا أنا ما فاطر. طب طلع لسانك كده. أهو أهو لسانك أحمر. لسانك أحمر ليه؟ كنت بتسحر جيلي. يا سلام يا أخوي. آه أنت اللي فاطر على فكرة. أنا مش فاطر، إحنا بالليل. طيب يبقى فاطر. بس يا لاب يلا يا عم، يلا نلعب والنبي أخو. يلا نلعب بالفوانيس. يلا هنحطها كده. إيه ده؟ إيه؟ الفانوس بتاعك معفن. مش هلعب معاك. يا عم انت في ايه؟ بص الفانوس بتاعي اللي انا جايبه. ما انت سارقه. بس يا اسكت يا عم، فانوس واقف فراغ. عم فانوس ايه، ما انت سارق الفانوس. مش هلعب معاك بالفانوس المعفن ده، اروح العب مع سوسو. ولا سوسو. ماشي اخوك يا معفن. ماشي عم فانوس. ايوه حبيبي. والنبي عم فانوس ما تديني فانوس. طب انت معاك فلوس؟ لا. امشي غور ياه. طب بالزق ليه طيب؟ ايه في ايه في ايه في ايه؟ ايه 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 في ايه يا حبيبي؟ مال بتاعت ليه؟ انا عايز فانوس يا عم، عايز فانوس جديد. بص الفانوس يا حبيبي. انت عايز فانوس ليه يا حبيبي؟ انت كبير يا ابني، هتلعب بالفانوس ليه يا عم؟ هلعب اقول حلو يا حق كده يا عم. حلو يا حلو، انت شحط يا ابني. حلو يا حلو. ايه لا يا حبيبي، ما تلعبش بفوانيس. لا انا عايز العب بفوانيس يا عم. ماشي. باباك فين يا حبيبي؟ جيب لك فانوس. بابا الله يرحمه مات وسافر السعوديه.
يعني بعد ما مات سافر السعوديه؟ أيوة. طب ماما فين يا حبيبي تجيب لك فانوس؟ ماما الله يرحمها بابا طلقها امبارح. انت متلخبط في عيلتك يا ابني، انت مش عارف ايه اللي حصل لهم. طب وانت بتشتغل ولا صايع ولا ايه؟ انا بشتغل مع عمو المسحراتي، مات السنه اللي فاتت الله يرحمه. عمو المسحراتي اللي كان معدي من شويه؟ اهو مات السنه اللي فاتت؟ مات. يا عيني، ده انت عبيط يالا. ايوه انت عبيط. عبيط وفرحان؟ عادي. تعال يا حبيبي، عايز فانوس؟ عايز فانوس والنبي. حاضر حاضر، تعال يلا. تعال ما تخافش. ازيك يا عم فانوس؟ ازيك يا مصطفى افندي؟ كل سنه وانت طيب. طيب يا مصطفى افندي، الله يخليك. والله كنا عايزين نعرف بس الفانوس ده بكام لو سمحت. الفانوس ده ب 50 قرش بس. 50 قرش؟ انا صراحه معيش غير 50 قرش. طيب الفانوس الثاني ده بكام والله؟ ده ب 20 قرش. لا انا عايز ابو 50. هات ابو 20 ده وادوله. لا عايز ابو 50، ماليش ده. ده انت رخم يالا رخم. خلاص هات. بص ابو 20 قول عليه ب 50. ها يعني اضحك عليه خمه يعني يا مصطفى فندي؟ عيب، احنا في رمضان. ده انت رخم انت كمان يعني. خد يا حبيبي ابو 20 ده، هو ب 50. لا ماليش دعوه ابو 50. يلا يلا ولا يلا يا رخم. ايوه هات ابو 50. يلا يا رخم. ماشي رخم بس عايز ابو 50. ماشي يلا. نعمل خير ونرميه في البحر. طيب هات يا سيدي. اتفضل اتفضل يا سيدي. الفانوس اهو يا سيدي، اهم حاجه يا حبيبي ما تعيطش. ماشي خد بقى انت الفانوس المعفن ده. انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. بص الفانوس جديد ده معفن، انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. انا اللي اشيل المعفن يعني؟ انت شيل بقى المعفن. انت قليل الادب ليه كده يا عم؟ انا مش قليل الادب، انت اللي عمال تتدخل في حياتي، وابوك مات وامك ماتت، وعقدتني في العيشه واللي عايشينها، واقتحمت حياتي. اقتحمت حياتك؟ ايوه. في طفل يقول على فكره انت كبير وعامل طفل يالا. ما انا مش حالي دانك ليه؟ اعلقها بكره. ماشي 10 ايام. ها بص هات الفانوس يعني، انا غلطان اللي جبته. حرامي يا ابو الياس يا شويش، حرامي عايز يسرق الفانوس. ولا حرامي ايه يلا، حرامي هتسرق الفانوس مني يا حرامي يا يا نهار ابيض فعلا، اللي يمشي ورا العيال. بقول لك يا عم فانوس تاخد الفانوس. الله 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 الله. في مصطفى افندي؟ اهلا وسهلا، ازيك يا عم شغل؟ ازيك يا مصطفى افندي، انا بس كنت عايز منك ال 150 قرش اللي عليه. ال 150 قرش، معلش يعني يا عم شغتة، يعني انا اصلي كان اخر نص جنيه دفعتها عملت بيها خير، فان شاء الله اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد له فلوسه. انا هصبر عليك عشان الشهر الكريم اللي احنا فيه بس، انما طلاق ثلاثة ما هتدوق طول الشهر حتة لحمة، قضيها شوربة خضار بقى. ماشي. والله ولا حتى هيلاقي شوربة الخضار يا معلم. يا مصطفى فندي مبلط في الخط قوي ليه كده؟ معلش انت ليك فلوس عندي برضو ولا ايه؟ ليا فلوس عندك يا مصطفى فندم، امال ايه هتبلع عليك يعني؟ انت ليك كام؟ انا ليا عندك 35 قرش. 35 قرش حلو، لو اديتني 2 كيلو بطاطس وكيلو كوسه وكيلو ونص بصل وكيلو طماطم وخيار يعملوا لهم كام دول؟ يعملوا لهم حسبه 15 قرش. 15 قرش، وليك كام عندي؟ 35 قرش. يبقوا كام على بعضيهم؟ نص جنيه. لو انا اديتك جنيه يبقى انت هترد لي كام؟ نص جنيه. هات النص جنيه. خد يا مصطفى فندم. اتفضل. ثانية واحدة. معلش احنا في زنقة يعني لازم برضو يعني. أنا عارف والله يا مصطفى فندي، معلش بس ابقى اصبر عليا والنبي يا مصطفى فندي. أنا أصبر عليك عشان الشهر الكريم ده بس. أو النبي احنا في زنقة. ها؟ أيوه. ماشي أيوة. والنبي يا بنشيل بعض يعني. الحمد لله. الحمد لله. ألف شكر. ألف شكر. الحمد لله. شكراً. يا الحمد لله، الواحد عشان عمل خير الفلوس رجعت له من النصب الحمد لله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين يا فندية. سي مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا مصطفى فندي؟
ازيك يا زهر؟ عامل ايه يا مصطفى فندي؟ الحمد لله يا زهر. كل سنة وانت طيب يا مصطفى فندي. وانت طيبة يا زهر. هنروح فين بعد كده يا زهر؟ أخبارك إيه؟ أنا كويسة الحمد لله. خدي الفانوس ده، كل سنة وانت طيبة، بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. لا خلي بالك يا مصطفى فندي، هو أنت كل حاجة هتديها لي؟ خدت بالك أنت يا ياض؟ وأنت كل حاجة هتديها لي يا مصطفى فندي؟ يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. أروح فين يا بنت؟ مش حرمني من حاجة يا حبيب، مش ترجلي يا مصطفى فندي. يا بنت أكتر من كده كرشك يخبط فيا. يلا يا عم، وكله مقضيها في البلاط. أهل الحتة دول سوقيين جدا. بقول لك إيه؟ هو أنت مش هتيجي تطلب إيدي من والدي بقى؟ إن شاء الله، أول فلوس هتجيلي هاجي لأبوكي أطلب إيدك منه على طول. سمعت اخر نكته؟ اول ما تجيلي فلوس هاجي اطلب ايدك من والدك على طول. يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. انت عودك ملفوف كده ليه يا بنت؟ عشان بعمل دايت يا مصطفى فندي. يا حبيبتي امسكني كويس يا مصطفى فندي. حلمتك يا زهر. يا عم بلا بتاع بقى، كله عايش على البلاط. ده ايه، شغال سوسته مؤخرا ولا ايه؟ بس ايه يا عم الهم ده يا عم؟ ما حدش يعرف ينام في الجزارة عندك ولا ساعة. ليه؟ ليه يا معلم في ايه؟ العجول طول الليل. ايه ايه؟ هما زعلانين مني في حاجة. يا حاجة هم يا اخي يا العجول. عم ربنا ما يجيب زعل، انت برضه حد ينام مع البهايم؟ اما انا انام فين؟ نام في بيتكم. بيتنا كله بهايم برضه يا معلم. ده حاجة هم، انا زهقت، كرهت نفسي. يا مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا معلم عمارة، يا اهلا وسهلا. يعني احنا بقولنا ساعة بندور عليك يعني، وانت مش عايز تدفع الايجار ومبلط في الخط وبقالك 9 شهور مكسورين، يعني نعمل ايه يعني؟ نتجنن يعني بسببك؟ انت بتعلم الكلام جديد ولا ايه؟ نعمل ايه يعني؟ يعني نتجنن يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما تتجننش ولا حاجة. عناية ليك، عاوز ايه؟ عايز ايجار الشهر يا معلم. انه شهر؟ الشهر اللي هو ده وعد ده. وشهر واحد والله اكتر. هو بقى نعمل ايه؟ ما نقعد نتكلم كده وما نفهمش حاجه. يعني انتوا ليه كام شهر يعني؟ انا ليه 9 اشهر مكسورين. 9 اشهر ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي انت، اول واحد هسدد لك فلوسك ان شاء الله يا معلم عمار. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اطلبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اخطبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اقعد عندكم في البيت. ايه؟ ان شاء الله تولد بالسلامه باذن الله. ايه 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 يعني ان شاء الله؟ اصبر علي، اصبر علي بس يا معلم عمار. انا مش هصبر تاني. ليه؟ احنا بقى هنجيب عربيه نص نقل، واللي امه فيها العفش والكروكيب بتوعك المعفنين اللي فوق. هتلم ايه؟ ثانيه واحده بس، هتلم ايه؟ العفش. العفش؟ العفش بتوعك اللي هو العفش. ايوه. وايه تاني؟ والكروكيب اللي هي الكراكيب. اه. طب ما تكتب الترجمة على رجلك تحت يعني. ماشي. وهنحطهم في النص نقل ونتوكل على الله ونمشي من هنا. نص نقل؟ اه. نص نقل. نص نقل. طب يعني انت هترمي لي العفش ليه بس يعني؟ اصبر عليا ولا ايه؟ اه والنبي يا معلم عمارة عشان خاطري، اصبر عليه بس اسبوع يوضب حاله وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لا 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 زهرة، زهرة احنا كده بيبقى شكلنا وحش قدام الناس، احنا لازم نبقى في مظهر قوة. هو يصبر عليا غصب عنه لغايه بعد كده اشوف شقه اخد الشقه وبعدين ابقى انقل العفش والكروكيب وكل حاجه. هي فوتوانه يعني؟ اه فوتوانه. لا ده انا كده بقى اكلم لك شفتوره بقى يجي يصر في معاك بقى. لا لا بلاش شفتوره، بلاش شفتوره. ليه بلاش شفتوره؟ وانا اخاف من شفتوره؟ لا اصل شفتوره حاطط عينه عليا. حاطط عينه عليك يعني ايه؟ يعني باصصلي. شفتوره باصصلك وده باصصلك وده، هو مفيش غيرك في الحته ولا ايه؟ اه مفيش غيري. لا خليه يصبر بس، يجيب شفتوره. هيعمل لي ايه شفتوره يعني؟ مش خايف؟ لا مش خايف. يا شفتوره اصبر بقى، يا شفتوره يعني يا شفتوره. شفتور الناجي اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. شفتور الناجي اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. شفتور الناجي اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ايه ده؟ هو راح فين يا شفتوره؟ خش يا شفتورة.
جايب لك الجنيه الذهب ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بقى فلاتين، تعالى بقى انت فلاتين في الجيزه وربنا لا وريك. الجرعه حلوه، الجرعه حلوه، مفيش كلام هيمه، مفيش كلام. ايه يا عم انتوا مش عاملين اي اعتبار خالص؟ انتوا خمتوني في الماتش ها؟ انت مستغربني ليه؟ انا عمال اكسب جولتين قدامك يا عم. احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح يا جدعان؟ ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت، ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل. يا دي يا عم ابوك اللي انت عرفنا بيه، هو فين اصلا ابوك ده اصلا؟ قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود. ايه ده؟ اه والله يا ركوبان انت يا ركوبان. انت اسمك ايه؟ اسمي عنبة. عنبة؟ امال لو بطيخة كان يبقى شكلك ايه يعني؟ عنبة ازاي؟ طب بس ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ الله يخليك. ايه الرشاقة اللي انت فيها؟ الله يكرمك. ايه القمر اللي انا شايفه ده؟ يلا يا مزيزان الحق يا وزير الكهرباء، الحق. حاضر تعالي تعالي. يلا خليكي ماسكة الخشب. تعالي بقى يا جماعة، يا جماعة نقولوها بسرعة المستشفى الخاص بتاعتي، يلا بسرعة. يلا ايه ده؟ وزير الصحة عنده مستشفى خاص بتاعته؟ ده اكيد متكلفة فلوس كتيرة قوي. يا لهوي الحقونا يا ناس، المستشفى الخاص بتاعت وزير الصحة انفجرت. هو ده هو ده. يا وزراء يا وزراء. سيادة المقدم عبده. أيوة. غميله عينيه بسرعة. لا أنا ماليش ده، ولا ده يبص لي أنا عبده العبيط يا بيه. ده يبص لي. إيه ده؟ وكمان بتعرف تعمل عبيط؟ يا عم يلا يا ديني يا دكتور قاتل بجلابية. خد. وكمان بتعرف تسحف. معلش يا باشا بعد إذنك ثانية واحدة. أيوة. عشان آسف بس. المهرج الهندي وصل. فين؟ على الباب بره. مين؟ المهرج الهندي. جاي من الهند؟ اه. ده يا راجل. أول موسى. ده اللي هياكل النهارده؟ اه المهرج الهندي. فين هو؟ واقف بره. طب ما تخليه يجي. في الهند هو. المهرج؟ المهرج على الباب. الهندي؟ الباب في الهند. خليه يجي بسرعة. بس هو جاي ليه؟ جاي على الهند. جاي في جاي عندنا في المطعم؟ المفروض يجي. المفروض يقعد في المطعم. صح. أمال هو جاي ليه؟ عشان الهند جاي. جاي يشرف علينا؟ جاي يشرف. لا انا ما حدش يجي يشرف علي، انا اقدم له الاكل وياكل زي ما هو. ماشي. مش ماشي. لا غلط، قول لي لازم يجي. اقول لازم يجي؟ ماشي. المهرج لازم يجي دلوقتي. خليه يجي دلوقتي حالا. ايوه ماشي. حاضر. جاي منين؟ جاي من الهند. خليه يجي. ماشي ثانيه واحده. المهرج الهندي شامبورا يتفضل. خليل علي دا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلامه واضح. عليكم السلام. ساري جاري ماري هاري مصرياتا حلوياتا أهراماتا برجاتا نهر نيلاتا اشربوا مني ورقاتا ناتا. الله الله سمعيني الكلام. راجل بيقول اللي يشرب من النيل لازم يرجع تاني، وهيلاقي دواء بالهارسيا فين غير عندنا؟ أهلا وسهلا. تشرفات تشرفات تشرفات. فين حبيباتا؟ وي حبيبتها دي جمارة دي. حبيبته كانت معاه. الراجل بيقول حبيبته كانت معاه. فين حبيبته؟ حبيبته فين؟ حبيبته موجودة بره على الباب. فين؟ في الباب بره. حبيبة مين؟ حبيبة الهند. المهرجة؟ اه. حبيبة الهند؟ اه. موجودة بره على الباب. دي ايه جوز هند؟ اه. مرات هند؟ مرات الحباب. ناديلها بسرعة. دخل الباب؟ لا. أمال دخل مين؟ دخل مرات ولا مرات حبيبته؟ حبيبته؟ ماشي ثانية واحدة ثانية واحدة. حبيبات المهرجة الشهق يتفضل. يا استغفر الله العظيم. مش كده حبيباتها اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم يا حبيبي. حبيباتها حبيباتها وكرمي اللي يايا
الأكل يتاكل هم والواجب يتحيف السم تاكل هم والواجب يتحيف السم انت شريرة انت شريرة كرم سكش هنجي باقي شندرا عادي كمل الفيلم للاخر ولا ايه؟ مستر عساف الناس هيجوا يشرفوا علينا في الاكل. ايوه ان شاء الله. ما جوه حضرتك بقى اتاكد من المطعم وكله تمام. اتاكد حاضر. الترابيزات نظيفه، الكراسي سليمه. ايوه ثانيه واحده ماشي اشوف ال اتفضل. انا داخل اوضه العمليات مش هسحب بيك. وصل 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 احنا الفرح اصحي يا مجره كوكبنا 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 كوكب الفاصوليا الخضراء احنا اللي اشترينا المشترى واحنا اللي جوزنا كوكب وسمعني سلام اصحي يا منطقه وولع الندى احنا نبطشيه بس صنايعيه احنا نبطشيه بس صنايعيه ازيك يا معلم تمام بقول لك يا بت ايه انا عايز عينك ما تنزلش من عليا ازازتي اللي خلص الاقي التانيه بتنزل على طول يا جدع انت بت مين ده واد بت يا جدع واد اسمه مفك من المشترى واد بت يا جدع واد بت بت بقى قلت لكم بت في ايه الله يا مجانين على الطلاق واد طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها تدفع كام ادفع اللي انت عايزه يا معلم ماشي فرجني بس بت واد بت واد هتشوف مساء الخير بتاكل الروج مش حطاه بس عليا الطلاق واد واتاكدت دلوقتي ايه يا اسطى في ايه يا اسطى مالكوا في ايه اقعد ساكت تعالى يا بت في ايه يا اسطى تعالى ايه يا اسطى مالك يلا يا بت في ايه في ايه يا اسطى مالك في ايه كده غلط انت قرعه ولا ايه ورينا دماغك على فكره شعري كان اطول من كده وكل البنات بيغيروا مني طب يلا بقى يا بت يلا ايه خلصي عيب يا اسطى هديكي 50 جنيه 50 ايه يا اسطى هديكي 100 جنيه غلط يا اسطى في ايه يا بت ده انت في سوق النسوان ما تسويش شتا تعريفه في ايه يا اسطى مالك انت عبيط ولا ايه مالك خلصي يا بت خلصي خلصي مبسوط يا اسطى طلعت الأنثى اللي جوايا ليه كده يا اسطى اعمل ايه في امي يا اسطى يا ما يا ما يا ما يا اسطى رد عليا يا اسطى رد عليا يا اسطى الجرعة حلوة جرعة حلوة مفيش كلام مفيش كلام يا هيما مفيش كلام يلا نهرب يا اسطى يلا يا اسطى عملنا طف حاجة مين اللي دخل الحمام ده وما شدش السيفون وهو خارج مين تلاقي وزيرة البيئة انت احترم نفسك ده انا واقفة جنبك حتى انا بيئة بس نظيفة قوي ده انا حاطة في الحمام بتاعي بدل السيفون تلاتة بدل السيفون تلاتة ليه نافورة وايه الحق يا ولية؟ هو اللي ما شدش السيفون عشان تبقى فاهم ربنا العالم ثانية واحدة يا جماعة معالي وزير الصحة عايز يقول لكم حاجة مهمة جدا يا جماعة أهم حاجة النظافة ها تغسلوا ايديكوا قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل 5 مرات في اليوم ما نقطعها أحسن يا إيه دي؟
نقطع لك ايدينا عشان يا باشا ما تنهدش معايا عبده تعبان مش قادر ايه بيقول لك 5 مرات الصبح وعشر مرات دي تبوش معلش يا عبده معلش طب قول له يا اخوانا عيب عيب ايه اللي نظافه ونغسل ايدينا عيب ده احنا وزراء ايوه قال ايه السيفون دي انت عارف الدش اللي من فوق دي اقلبه الناحيه الثانيه يبقى سيفون وزيرة البيئة هي اللي ما شدتش السفور احترم نفسك انا مش عايز ارد عليك مش احترم نفسي اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط غلط على الزلط انت ماله ده انت بتعرفيش انا بجد ما يصحش كده ما يصحش كده معالي الوزير رئيس الوزراء داخل يا معالي الوزير بجد يا حضرة البكباشي يعني انت مش عامل لي مفاجأة ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز جاز ولا لسه ما جاز اتفضل اقعد والله العظيم ثلاثة أكبر عيب اللي بيحصل ده لما أنا أبقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب وأقوم دلوقتي أدور الضرب في الناس عبدو إيه ده يا حبيبي عبدو إيه يا عبدو أنت ليه معادك هنا؟ ما أنا بمدلكوا على بتمد عليا أنت عايز ترفدني يا عبدو عشان نخلص يا ابن رئيس الوزراء جاي اتفضل امشي يا عبدو بنفسه بنفسه يا عبدو امشي خش يابا والنبي جنبك يابا يلا أربعة ورا يا اسطى اطلع أنت يلا خلاص اتفضل يا معالي رئيس الوزراء اهلا 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 صباح الخير صباح النور عالب النور يسعد صباحك هنا وسرور لما يزقزق العصفور سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي سوي سيو سو 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 فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري ما عندك غير جناحين شمري غير انت يا زف استنى يابا بولا 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 انت يا نيلة في ايه يا عم بولا بولا عبدو حصل ايه يا عبدو جرى ايه يا عبدو حصل ايه يا عبدو جرى ايه يا عم خلاص يا عبدو اطلع برا واعمل لي قهوة بقول لك ايه ما بلاش القهوه ليه لحسن مدره للبول والله. اطلع برا يا عبدو واسمع الكلام بعد اذن حضرتك طب ما تجيب بوسه مشبك اطلع برا يا عبدو اطلع ده انا بحبك والله يا عم والمصحف بحبك طب اطلع بقول لك ايه ما تجيب الكلوكوز لفه اطلع برا برا خدت كل الادويه انا جميعكم من وادي الزيت اهو عشان ما حدش يعرف يمسكني ايه يا عم في ايه يا عم تضرب بجد والله ما قصدي اضرب بالراحة ايه يا عم اي ايه يا معلم زرزور يا معلم زرزور ايه حد لي شغل حاجة ايه حد لي شغل حاجة يابا ده ضربنا في بيتنا يابا تعال 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 ضربت يا معلم زرزور في دماغي اكبسها بن اكبسها بن تعال وبعد كده تبقى تحط عليها زبل حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه تشيلها ايه مغربيه مغربيه جدع هيما انت يا واد قلبك ميت صحيح دخلت علينا دخلة انك لميت وانهم لميتون الجرعة حلوة الجرعة حلوة مفيش كلام هيما مفيش كلام يابا يابا انت بتقول كده عشان خايف منه يابا تعال تعال لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض تاكله على طول ولا تغسله الأول؟ لا أعمل بلح باللبن وأشربه يا جدع طب مجانين يا جدعان انتوا قول ليه؟ أنا عايز حرية عايز ايه؟ عايز حرية ده في الجنة بقى إن شاء الله يعني ايه في الجنة؟ لا ده أنا ممكن أعورك الجرعة حلوة الجرعة حلوة مفيش كلام يا إيمان مفيش كلام
ايه يا عم بتبص على ايه اللي غيران مننا يعمل زينا؟ اوعى يا عم. ايه هلا؟ ايه بقول لكم ايه يا جدعان، فككوا بقى من الفيلم ده. بقول لك ايه، تعال ناخد المركوبه بتاعت ابو الواد ابو الكوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل. لا يا عم، سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا. يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه، دي دماغنا واحنا حرين. جاي ولا ايه؟ جرعه حلوه، جرعه حلوه، مفيش كلام قيمه، مفيش كلام. طب يلا بينا. يلا بص شوف مين يا كوكب بص. تعالى تعالى يا ابني. يا جماعه الحمد لله الحمد لله يا رب. ده عمرك جه كله الحمد لله. ده عمري زي ما هو. كنت واخد ازازه الخليل. ايه يعني؟ الحمد لله. خد يا شاطر تعالى. نعم. عارف في بوكس بره؟ هتلاقي فيه اتنين مجرمين، هاتهم وتعال. حاضر. انت جاري ماري؟ دلوقتي احنا لقينا المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوك، وهجيبهم لك تشوفهم عشان نتمم المحضر، اوكي؟ كل الكلام اللي انا قلته لك ده بالهندي. قشطه، فهمت؟ كله تمام. بس. فين الناس المجرمين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي انت هنا. انت مين طلعك من الفرن؟ هاي انت بتحكي؟ مش حاطك جوه؟ حول الله. كيف؟ دي اولا. عشان ما تبرديش. لفي لفي هات. عايزين شاورما لحمه ولا فراخ؟ اكله حلوه. طابت مرات دي مرات المهرجة يا عم. مرات المهرجة يا عم. امشي بقى. احنا ما تصدقش كل التقارير. لا ده تقرير سري جاي لي من شخص سري محدش يقدر يشوفه ولا يسمعه غيري انا. اتفضل يا سياده المقدم. تمام يا فندم. عبدو معاكم المقدم عبدو ربيع، اسم حركي، الاسم الحقيقي المقدم عبدو ربيع. عبدو مقدم يا صلاة على النبي، ده انا كنت بعطف عليه. انت يا عبدو، وانا اللي كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشانك. ده انا كنت بشيل البرسيم من بوقي وادهولك. ياه، وانا اللي كنت فاكرك طلعت اتاريك. وانا اللي كنت بديك بنزين عشان تعمل بيه مولوتوف. وانا يا مدتك كل كوز. عبدو انا عايز البلاي ستيشن بتاعي. انا مش عايز اسمع نفس حد فيكم. اي حد فيكم اداني حاجه ارجعها له. احنا شغالين في المخابرات، لو هنسيح لبعض انا ماسك صور عليكم كله. لا لا صور ايه؟ لا صور ايه؟ لا صور ايه؟ لا صور ايه؟ يلا يا استاذ اتفضل منك ليه؟ ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا استاذك. ايه رايك في الدور اللي انا كنت عامله بتاع عبده ده؟ ده هايل بقى. شفت محدش عرفني خالص. فظيع. شفتني وانا بقول خدت كل الادويه. مفيش دواء. خلاص في ناس موجوده. خلاص. خدت كل. خلاص. بقول لك ايه؟ امثل في الظابط ولا خليه طبيعي؟ لا خليك طبيعي احسن. انا عايز بقى الناس كلها تركز معايا في اللي هقوله ده. البلد دي فيها مشكله واحده. ايه هي؟ ان البلد دي محسوده. البلد دي ايه؟ محسوده. ساعه ما هاني رمزي قال في فيلم وعايز حق هو وعصام كاريكه وعبد الله مشرف. انت هتقول كل المشاركين في العمل ما تغلط يا عبد. لما قال من هنا بحر احمر ومن هنا بحر ابيض وكده متلول وكده متلول والكل سربع مليون. بالظبط كده. والناس عرفت قيمه البلد دي وحسدتها. ايوه ايه الحل بقى؟ مفيش غير حل واحد، احنا نشوف مين البلاد اللي بتحسدنا ونجيب واحد عينيه ما حصلتش نوجهه على البلد دي ينق عليهم يفشلوا هم نكسب احنا. بس يا عبد عبد يا نكس. بس هنجيب الشخص ده منين؟ انا البت بنت اختي عينيها حسوده ومقوره الله يحرقها. انت عارف مره بصيت لي قبل كده قالت لي ايه يا خالتي الجمال ده كله. من ساعتها اجي ابص لنفسي في المرايه اشوف نفسي دب. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طب وانت ايه اللي مضايق؟ المفروض اشوف نفسي دبه. دبه؟ اه انا مش هرد عليكي مبدئيا.
انا عندي دلوقتي اخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا اعمل ايه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استاذن انا بقى يا مولاتي، انت عارفاني خدمتك لماحه، يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي اكتر. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرائب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج، شعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود؟ ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حته في اما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام ايه؟ كلام ازاي؟ استشفت كل حته، ما عندكيش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين قايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه، انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. أنا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطورة عشان تبقي فاهمة. هيبقى ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. أنت عايزاها تتفتت؟ عشان إيه؟ دي الفزاعة اللي تضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وانا عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. انت عايز ايه؟ عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. طب ما انت ملكه البلد اصلا، اشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوف انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضل. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا مركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل فيه نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها. انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير فوق. انا في الكباري ما حصلتش. انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي مش سهل، الموضوع في منتهى الخطورة. أنا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت أصبحت السلطان، ولكن دلوقتي إيه؟ إما كنت تكملي الجملة للآخر ما تقوليهاش. اكيد الموضوع في حاجه غلط. لا مفيش حاجه غلط والله العظيم، ان شاء الله البيت ده الامل الوحيد لينا، لازم نشوفه ونبيعه وناخد الفلوس. امل ايه ونيلي ايه؟ مفيش اي امل، ده احنا بقالنا ساعه ماشي، ده انا جالي تسلقات، ده احنا ما شفناش حتى عيشة فراخ. هنلاقي هنلاقي والله، ان شاء الله هنلاقي ان شاء الله. فين طارق؟ طارق يا طارق يا طارق يا طارق. بس 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 يا ابني، انت متخلف انت وهو. تعمل ايه؟ بوري ان انا بشوف نفسي. في ايه؟ انتوا متخلفين، ما تقولوش اسمي خالص. اوعى حد. انت يا ابني ركز معايا انا اللي بتكلم. عايز ايه؟ ما تقولوش اسمي خالص، انا هربان من الحكومه وهربان من الدنيا كلها. ما تقولوش طارق، قولوا اي اسم تاني تمويه غير طارق. من دهلك نقول لك ايه يعني؟ قول يالا يا طارق. قول جزر. جزر دي قديمه يعني. يا ابني اسمع، قولوا اي حاجه. ابوس ايديك، انا هربان من الحكومه كلها. انت بتعمل اللي انت بتعمله ده؟ اهدوا، انتوا متاكدين ان البيت ده بتاعنا؟ ايوه. نعرف بقى، تعال بص عليه. ايه ده؟ ده في بيت اهو. ده هو البيت ده يا جماعه. هو ده. يا اما ايه ده؟ تقريبا في حد بيدخن جوه.
كان قديم ملوش صحابه تدود تدود رهيب عليه جبال تراب ونقصه باب وشكله بيجي باكتئاب لو عشت في عشتك لباب 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 لو تشتري هشوف عذاب عذاب لو عشت في عشتك لباب لو تشتري هشوف عذاب وحدة بقى من حظنا وسيلو علينا السيري بي وفلقوا يا ولاد اللذين ده عبكره عبكره ايه ده قاعدين يخرجوا من الاوض زي الصراصير لا 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 بس ده كتير قوي شحاتين كتير نطردهم كلهم الشحاتين دي وناخد البيت شفت اللي كلهم دول دي اوضه واحده يا لهوي اوضه واحده في القصر ده لا هنطردهم برضو ان شاء الله هنطردهم انا قابلني يا اخويا يا جماعه انا خايف جدا انا اصلا هربان من الحكومه فبشك في كل الناس انا اسف جدا يعني انتوا مين يا عم احنا اخواتك يا عم اذا انتوا اخواتي لا حول ولا قوه الا بالله هربان بقى لي 20 سنه فما اعرفش حد بس العنطوس ده مين بس انا اسف كده العنطوس ده اخوه اخويا انا اسف اخ والله العظيم معلش معلش ايه بس ما شفتكش بس بقى لي سنين انا اسف والجامده دي مين الجامده دي خطيبه العنطوس معلش انا اسف تاني مره لان فعلا والله ما عرفت بنت مين انا اخوك يا عم لا حول ولا قوة إلا بالأسرة تفككت كلها يا جدعان تفككت انت معرفتش ده أمك ماتت أمي ماتت أيوة أمّا يا يما شد الضفاير ضفريني لو عايشة يما بعد إذنك فطريني بجملة الحزن بقى أبوك رخر مات أبويا مات أه أبّا يا يبا يا يبا الاسره راحت في داهيه لا حول ولا قوه الا بالله واحد بتاع نسوان والتاني فجاه كحبر يا ابني نسوان ايه دي خطيبتي ما انا اسف جدا يا اخ والله انا اسف طب وانت ايه اللي خلاك تفتقر وعايز تبيع الزفت البيت ده انا افتقرت ده انا افتقرت فقر الكلاب افتقرت فقر ما بعده فقر والله العظيم ازاي انا كنت شغال مصمم ازياء قد الدنيا ايوه برنس عارف فستق هيفاء الاخير إيه؟ انا اللي صممته ايه ده بجد اه والله بس ما كملتوش هي خدته وهبت على الحفله والله العظيم لا قفلت ظهره ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا قفلت حاجه بقى فستان من غير قماش وهبت لا شفته بصراحه والله ده انا قعدت اتفرج عليه طول الليل شفته هو بتاعك انت لا مش بتاع انا بتاع هيفاء انا اللي عامله انت المصمم ازاي انت
ينفعش. ده اللي مصممه يعني؟ انا اللي مصمم الفستان ده. وبعدين حصل لك ايه؟ اتشهرت بقى انا على النت وعلى الحاجات، وقعدوا يقولوا الراجل ده مهزق والراجل ده حيوان، والناس شتمتني شتيمه جارحه. طب وبعدين؟ لا حول، احنا لازم بقى نبيع الايه البيت ده دلوقتي حالا، ونمشي العيال دي من هنا عشان اهرب لايطاليا. طبعا هتهرب لايطاليا، ده لازم نروح نهرب العيال دي. يلا العيال ولاد لازم، بقول لك بيعملوا هيستي بقى. زن ايه يا سامح؟ حرام عليك يا سامح، الناس بدات تلاحظني واصحابي بداوا ياخدوا بالهم مني. حرام عليك. وانا اعمل لك ايه؟ انا كنت ضربتك على ايدك يا سامح. انت اخدت مني اعز ما املك، ال 250 الف جنيه اللي حلتي اديهم لك على الجزمه القديمه. طب انا عايزاهم دلوقتي. هو دلوقتي مفيش غير الجزمه القديمه، لكن فلوس انا خلاص افتقرت وانت عارفه، وجايين هنا عشان ناخد فلوسنا. افتقرت ايه؟ ده شقه عمري، ده انا صوت ولم عليك الناس يا حبيبي. صوتي بقى عشان يعرفوا ان خطيبت رقاصه. يلا صوتي. ومالها بقى الرقاصه؟ الرقاصه دي اللي انت عايش من قصدي وسطها. انت بتعايرني؟ وشويه شويه كمان اقسم بالله مش بس هعرفه مني رقاصه، لا هصوت واعرفه منك كنت داير تطبلي في الموالد والكباري. وايه؟ كباريهات. كباريهات؟ ده انت بتشمي تحت الكباريهات. مش ينفع كده. افتكري ايام زمان. فاكره زمان؟ حبيبي تسموحة، بتحبيني قد ايه؟ بحبك قد الدنيا كلها، قد البحر والهواء والسماء والشجر. نتجوز؟ مش هينفع نتجوز. ليه؟ عشان مش معايا فلوس. اديك يا عم. مش قصدها حاجة يا عم. بس اعرف صفة ايه النهاردة انتي؟ في ايه مالك؟ اساعدك يا سامح. ايوه بس مش انا اللي واحده ست تساعدني. ليه بس يا سامح؟ ده انا وانت واحد يا حبيبي. مفيش واحد، مش انا اللي اخد فلوس من عرق الستات. انت زعلتي؟ اه خلاص هاخدها، بس بشرط. ايه؟ تعتبريهم سلف. اوكي يا روحي. يا روحي. إيه؟ مش العربيه بتاعتي باظت؟ اجيب لك عربيه. مش انا اللي اخد فلوس من العربيه. مش انا اللي اخد عربيه من واحده ست. هو يوم ازرق. شنا تزعلتي؟ اه خلاص هاخدها، بس اعتبريهم سلف. هو ايه اللي العربية؟ تمام تعتبريها سلف. يلا نرجع. اه افتكرت يعني انا لما خدت مني الفلوس. ايوه افتكرت وانا بلف. افتكرت. طب يلا الاثنين نخش نشوف اخواتك عملوا ايه في البيت الزفت ده. يلا اتفضلي قدامي. هتخش انت من هنا؟ تعالوا معايا. حاضر ماشي يلا. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ يعني ايه عايزين ياخدوا الشقة؟ ياخدوها مني ازاي؟ يعني ايه اللي انا سمعته ده حقيقه؟ اللي انا سمعته ده حقيقه؟ انتوا بتضايقوني؟ انتوا معاهم ولا ايه؟ لا انا اللي سمعته ده مش حقيقه يا وداني اليمين. اللي سمعتيه ده حقيقه يا وداني اليمين؟ مالكيش دعوه انت يا وداني الشمال، عشان انت شمال اصلا. يعني ايه ياخدوا مني البيت؟ انا شقيت وتعبت في البيت دوت. انا لما جيت كان جميل، كان بيبرق، نتنته خليته خرابه وعفنته. بعد كل ده ياخدوا مني البيت؟ ده على جثتي بيت يا كوارع، بيت يا كوارع. نعم يا معلم. اسمي كوارث مش كوارع. يا ناقصه كوارث يا بت، مش كفايه الكوارث اللي احنا فيها؟ خلاص يا معلم معلش، كل سنه وانت طيب. يا رب اجعلها سنه بدعك كريم وصدع اللئيم، ومنيله بستين نيله على اللي ينكد على الحريم. روحي
شاعرة. الله يخليك شاعرة يا بت. والله فكرتني بالقصيدة بتاعت الراجل اللي بيقول وغطى العفار النار ولا حد عاد شايف والدبابات بتهل وانا برضو مش خايف. انت بتقول انا كده معلم؟ عيبك يا بتقول انا كده؟ يا بت بس يا بت يا معلم يا بت بلاش الحركة دي يا بت. انا ما ناقصة بقول لك ايه؟ ما هي باظت بسببك فاضل واحدة تطبق يا اما ماليش فيه بقى. اتنيلي بقى على عينك. اسمع بقى عايزة ايه؟ بلاوي الزفت ده بيشحف في المنطقة اللي انا بشحف فيها. تشحتي فين يا بت؟ في العتبة. وانا بت قلت لك تشحتي في العتبة؟ امال اشحف فين؟ قلت لك روحي اشحتي في باب الخل. رحت باب الخل. طب وعملت ايه؟ خبطت محدش فتح لي. خبطت على ايه؟ باب الخل. محدش فتح؟ اه. انت عشان غبية. ليه؟ في ام جرس محطوط فوق. مش في ام جرس محطوط فوق في الباب؟ ايه معلم؟ دول خلق مش هيسمعوا التخبيط والكلام الفاضي ده. البنا اللي غبي بودي الناس اماكن غبيه برضه هم مش فاهمين حاجه. طب يا معلم بس افهمني. ايه افهمي؟ انا نفسي يبقى لي كيان. طب ما انت كيان اهو يا بنت عايزه ايه تاني؟ يا معلم كيان يعني بيت واسره وزوج وعيال. طب خلي بالك بقى عشان لو الهيليوم خلص هتلزقي في السقف. يا معلم يا بنت بس يا بنت يا معلم يا بنت بس بلاش الحركه دي. انا مالي مش قلت اللي عماله تنفشي في نفسك؟ ما تقعديش تعملي كده طيري فوق. طب بص هسالك سؤال. اسالي. من زمان نفسي اسأله لك. اسالي. انت ايدك اتقطعت ليه؟ ما بلاش بقى دي قصه حزينه وانا ما بحبش افتكرها. معلش عشان خاطر انا كنت نازل رايح لخطيبتي فكنت رايح اركب ميكروباص بولاق فبقول له بولاق يا اسطى خد ايدي ومشي. كان جاي بسرعه منه لله شقطه ومشي. لا و... اه والله لا وايدي راحت لخطيبتي كملت ايه. لا حول الله. وراحت خطبت خطيبتي خطبت واتجوزت خطيبتي ايدي. واكلم ابوها اقول له يا راجل عيب يا راجل عيب يقول لي احنا كنا طالبين ايدك بس على معره كلها. معلش يا معلم مش هسكت. اه معلش ان شاء الله مش هسكت. طب ورجلك دي اتعوجت ليه يا بت؟ دي انا كنت في حفله لمحمد منير. أوه. انا بحب محمد منير قوي فخرجت من الحفله قلت اقلده عشان افرح صحابي فبقول فيري وري فرجلي علقت كده من ساعتها ما رجعتش تاني. انا مش عارف هو عايش ازاي دي ده هم هم والله. معلش يا معلم معلش. شوف رغم اللي فيك ده كله وبسالك تاني مش هتتجوزني؟ ايه مش هتتجوزني لوحدي؟ بص يا معلم إيه؟ انا المفروض اتجوز واحد مع ان صحتي تجيب اكتر من كده. انت يا بنت صحتك تجيب اكتر من كده. انا صحتي ما تجيبنيش الفرح ده اصلا والله ما اقدر اجي. يا معلم سيبينا في اللي احنا فيه. ما تنرفزنيش يا بنت بس يا بنت يا معلم يا النيله بقول لك الرجل باظت. كنت عايز ليه؟ ده في مصيبه يا بت. ايه ده في ناس جايين ياخدوا مننا البيت يا بت. ده انا تعبت في البيت. يا لهوي. طب وبعدين يا يا لهوي هنعمل ايه؟ انادي الباليه ناديله يمكن يعرفهم ولا شافهم ولا اي زفت. يا باليه باليه انت فين يا معلم؟ يا معلم انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ يا معلم انت ايه يا عم؟ انت فين؟ انت هتشوفني يعني؟ انت فين؟ انت فين؟ واقف جنبك وخلاص يا عم. جمله بدخل بيها ما تقفش كده. مالك فيه يا عم؟ انت ما داري ما تاخدنيش وشي كده بس. مالك يا معلم؟ ايه ده المرتبه دي عايزه تتنجد يا معلم. ايه المرتبه؟ مين دي؟ انا ايه زي كوارع. كوارع ايه يا عم؟ اسمي كوارث يا شيخة. التانية فيها دهنة بلانين. عامل ايه يا معلم؟ خير؟ انا والله حزين. ليه يا معلم؟ فين ياد راد النهاردة الاول يا فيه؟ صرفته كله يا معلم. صرفته في ايه يا؟ روح تلعب بلاي ستيشن على اللي يدفع وخسرت. لعبت بلاي ستيشن ازاي وانت ما بتشوفش؟ لا ما الدراع كان بطريق برايل يا معلم. ايه ده انت بتروح المحل ده؟ وبعدين يا عم انا بقولك خسرت وانا قلتلك كسبت عشان تقولي بتلعب ازاي. سيبني والنبي.
قابلت ناس صعبت عليهم قالوا لي خد تعالى تعالى تصور معانا اعلان. أيوة. فرحت انا بقى قلت شافوا فيا موديل هيعملوا اعلان نظارات والجو ده. رحت لقيتهم جايبين اتنين هدومهم مقطعه. واحد الحاج محمد والحاج ابراهيم. قالوا الحاج محمد محوش فلوس ادينا له فلوس كتير، الحاج ابراهيم محوش فلوس جبنا له بقره عشر. ورجعنا بعد سنه لقينا الحاج محمد اللي اديناه فلوس كتير فلوسه كترت اكتر واكتر واشترى بقر كتير وبقى عنده مزرعه بقر، والحاج ابراهيم اللي جبنا له بقره عشر مش لاقي ياكل نفسه ولا ياكل البقره والبقره ماتت وحالته الليله بنيله. الراجل مش لاقي ياكل رايحين يجيبوا له بقره، لقوا بيحملوه مسؤوليه عيالها بقره عشر كمان. بلا استعباط يا راجل. يا راجل دي ناس بتعمل خير يا عم. عايزين يعملوا خير يجيبوا له بقره مخليه ياكلها ترم عظمه. ايه اللي بقره عشر ولا يكح الراجل؟ لا حول الله، ناس غريبه والله. اعلان كان صعب يا معلم. طب انت بقى قاعد بتحكي، انت عملت ايه في الاعلان؟ ما انا البقره العشر. ايه يا معلم مالك كده مش مركز معايا؟ لا مبروك والله. الله يبارك فيك. خير بقى؟ كنت عمال تنده وتزعق. عايز ايه؟ عايز مصيبه. عايز مصيبه؟ في مصيبه، في خير. مصيبه. لا بص انا اعمى بس بسمع، قول كلام يتعقل. بص يا بليا. أيوة. في ناس جايه تاخد البيت ده. الناس دولت شكلهم فنديه كده. شكلهم فنديه يا بليا. بس دولت ولاد عم اللي رموني زمان، جايين دلوقتي ياخدوا البيت ده بعينهم. احنا نجيب الواد الرابع بتاعنا اسمه ايه؟ الواد بلاوي. ايوه خليكي معايا، نجيب بلاوي ده. تمام تمام. ونقف وشهم عشان وحدتنا في قوتنا. ايوه احنا وحدتنا في قوتنا، احنا وحدتنا في ان احنا مش رقم واحد، احنا وحدتنا في وحده كل واحد. انت بتعمل اعلان في دافون يا معلم؟ انا بقول لك نجيبه، قول لي هيخلص انده ونخلص نرمي الليله. طب يخلص يلا. لا بس لازم نقول للمعلم القرش الاول. ايوه صح، هو كبير المعلم القرش بتاعك اللي قلقانه بيه ده. والله انت اصلا معلم كورك. يا ايه؟ انت معلم كورك يعني ما حصلتش ورك كمان كورك يعني حتى بتستخسره في الشتيمه؟ لا حول ولا قوه. والمعلم القرش برقبتك. بقول لك ايه، لا برقبتي بلا بتاع، على القرش بتاعك ده انا افرمه. قرش ايه يا بيت؟ هو كان جاي لنا قرش؟ ما كان جاي لنا سمك مكرونه قد كده احنا اللي نفخناه. انت بتقول كده على المعلم القرش؟ ايوه المعلم القرش. ايوه يا بيت. منور يا معلم قرش. ايه ده؟ اشتغلتك تاني؟ شغلتنا زعبولة والله. مين زعبولة ده؟ يا ابني انت شارب حاجه النهارده ولا ركز. انا بليا. بليا شغلتنا. بليا خدامك. بليا تعالى ننده زعبولة بقى. يا زعبولة يا بلاوي. يا بلاوي بلاوي. ايوه ادي هو انا. بس ادي هو انا، انا مش حد زيكم، انا نجم هنا وسطكم، انا لسه جايب التصوير. يا دي راضي النهارده انت تشتغلني يا تصوير ايه؟ وسع يا واد، انا صوره كلها على علب السجاير. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ادي اللي على علب السجاير؟ ايوه انا حبيبي. انا عمر ما شفت وشك يا. ما بطلعش بوشي، بطلع برجلي بس. ايه ده؟ هي الرجل الملوثه المتخرطه حتت دي المشوهه دي رجلك انت؟ ايوه رجلي حبيبي. وياد السجاير بتعمل كده في الرجل فعلا؟ يا ابني انت بتصدق؟ وانا لو بشرب سيجاره برجلي هيحصل فيها كده اصلا؟ دي دعايه يا، ده عشان انت تشرب سجاير عادي. يا نهار ابيض. صحيح انت لو بتشربها برجلي مش هيحصل لها فعلا كده؟ حاجة غريبة جدا. طب بقولك ايه يا؟ ايه؟ طب والراجل ابو كمامة ده مين؟ ده خالي حسن. طب واللي نص وشه محروق ده مين؟ ده انت يا حبيبي. انت هتستقبل ما انت جيت معايا يوم التصوير. ايام ما كان نص وشي محروق. بس سافرت لندن وعملت عملية تجميل ورجعت زي الفل. اهو الحمد لله جان زي الأول. هو انت كده عملت العملية؟ ايوه. ونجحت؟ لا هي هم قالوا لي ان هي فشلت بس انا كنت صارف فقلت افرح وخلاص. بس انا مش هروح لندن وارجع حزين. يمكن
ياد يا بلاوي، يعني انت بتكسب من الشغلانه دي؟ طبعا يا حبيبي، انا ما بروحش اشحت، انا بقف كده جنب اي سوبر ماركت واستنى الزبون وهو داخل، اقول له يا باشا انا ما بشحتش، اشتري بس علبه السجاير اللي عليها رجلي واقسم انا والشركه في الاخر. يا ولا يا ولا، ذكاء. وجهه نظر تحترم. وجهه نظر ايه يعني؟ انت التناكه دي كلها اللي انت فيها عشان طالع برجلك على علب السجاير؟ امال انا اقول ايه اللي جالي تصوير خمس حلقات في مسلسل؟ مسلسل ايه ده؟ مسلسل الجوع. اه والله كانوا عايزين انا والمعلم. لا انا مستحيل امثل في المسلسل ده. ليه؟ عشان انا راجل مؤمن والجوع كافر. دايما تفهمنا بايمانك والله يا معلم، وانا كمان مش همثل في المسلسل ده. يا عم بيقول لك المسلسل فيه مطاردات وانا راجل كفيف ومش فايق للحاجات دي. لا حول ولا قوه. طب ليه يا ابني ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل لك العمليه وتفتح وتمثل بجد والله. اه والله العظيم. خلينا اشوف. طبعا. طب ما تعملها لي. اعمل ايه؟ خليه تشوف ايه. في ايه؟ انا عايزه كده مش شاف حاجه، احنا بنكسب من وراه ايش ده يا عم؟ انت بتصدق انا اعمل له عمليه ونقفش الفلوس بس اللي هو مش شايفها ديت، ولا هننجح ولا اي حاجه. طيب يلا يلا. والنبي نفسي اشوفكوا، حاسس لما اشوفكوا هحبكم. طبعا هتحبنا، ده احنا احلى اتنين في مصر. انا والواد اللي قدامك ده اطول شاب في مصر بجد والله. شعر اخضر وعينيه زرقاء ووشه لبني هو عروسه لعبه. ايه اللي شعر اخضر؟ تقول ايه والله؟ مهلبية واقفة قدامك. والله ما احلى من معلم. انا؟ اه والله. انت عارف حسين فهمي؟ اه. ما يجيش في حلاوتي حاجة. والله شوقتني ليك يا معلم. هذا انت بجد ده طويل قوي. يوه فوق. ابعد زي ما تبعد لفوق. امال ليه صوته جاي لي من تحت؟ لانه بيكلمك من التواضع. ما بيكلمكش من عظمته، لو كلمك من العظمة هينفخك. طبعا خلي بالك الواد ده بيشم الهوا الاول. يا سلام. شم هو الهوا الاول، نروح انا نشم هوا مشموم بقى احنا. ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ والله شارب. اعمل لي العملية. اعمل لي بس 10 جنيه. ايه ده ب 10 جنيه بس؟ تمن الشاش والله. بجد لا، خد 20 واعمل لي لوز بالمرة. يلا ده الطب رخص قوي. اه اه يا مسهل يا رب. يلا اصحى فتح عينيك، اصحى دي العين عليك، غمضت العمر كله خدت ايه؟ غمضت العمر كله خدت ايه؟ انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف؟ ها مش سامع؟ مش سامع؟ ايه ده؟ سامع ايه؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ انتوا حسين فهمي ومصطفى فهمي؟ يا رب ارجع عامة تاني، يا رب ابواب السماء تكون مفتوحة. اه طلعت مفتوحة. ايه؟ انت عبيط يا انت، هتزوجنا ولا ايه؟ انت مش قلت ان انت هتكمل مفتح؟ ايوه صح. شكلنا شاربين سوا كلنا. انا سخنت بس في اللعبة، انا اسف. لا ما انت ما تعرفناش. ماشي هكمل. ايه؟ هكمل مفتح عم اشوف الخلق الحلوه دي. ايوه بس كمل. بقول لكم ايه؟ ان دلوقتي ولاد عمي جايين يقلبوا البيت. واحنا عايزين المعلم القرش هو اللي يقف قصاده. خلاص يبقى ندي المعلم القرش هو اللي يتصرف. ماشي يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. في ايد منك ليه ليها يا ياد مين اللي عامل الدوشه دي؟ ياد منك ليه يا معلم دلوقتي؟ بس يا في مشكله بقولك. بس يا معلم في مشكله. بس يا انا ما دام ما جيت ما حدش يتكلم. يا ما في مصيبه. بس يا انا مش قلت ايه؟ بس يا شحاته لمت ولا ايه؟ في الاقراض، الاقراض بيخس ليه يا بنت؟ الاقراض بيخس وانت بتتخانق يا بنت؟ في الإيراد انتوا بتشحتوا ازاي؟ ياد منك ليه ليها؟ انا ليا طريقه وليا اسلوب. ليك اسلوب؟ اه. اسلوب اللي بتشحت بيه ده؟ انا ارخم على الزبون واخد منه اللي انا عايزه. اكن انا زبون، ورينا ترخم عليها ازاي. ماشي. والنبي يا عم هات جنيه يا عم، هات والنبي جنيه يا عم. الله هات ربنا سهل. النبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم. الله هات ربنا سهل لك. النبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم هات جنيه. يلا يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم هات جنيه. ايه الرخامه دي يا
النبى الجنيه والنبى يا الله اتكل على الله النبى الجنيه والنبى يا عم النبى يا الله هات مفيش فلوس يا النبي والنبي يا عم يا الله اتكل على الله الجنيه والنبى يا عم اديك حاجه النبى يا عم الجنيه والنبى اتكل على الله اتكع الله يا الجنيه والنبى يا عم تاريخ مقاوي الواد ده يلا اتكع الله النبى الجنيه يا عم خد يا خد الجنيه يا عم النبى يلا هات جنيه تاني والنبى يا عم الواد الرخم هات يا عم اديله يا عم التخرين اهو ربنا يخليهم لك يا رب ربنا يخليهم لك يا بس ربنا يخلي لك الست يا رب نبي عم عمد انا هلم بيك كتير نبي الواد الغلبان ده والنبي نبي يا سيدي وديتيها فين يا بيت ليه فين اهو يا سلام ربخة عايز ايه تاني عايز اصوره معايا هما بياكلوني والنبي يا بطل رخامة الجنيه يا عم تاني استنى نشوف الراجل بيكح ده فين يا عم الله المنتج ما بيقبضناش تعالى والنبي يا عم يا خلاص قول ياض ما انا لميت لك فلوس اهو الجنيه تاني يا عم والنبي يا عم ده رخم قوي خد ياض خد اللي في جيبي كله اهو يلا هات الموبايل والنبى يا عم يا تبطل رخامة عايز الموبايل يا عم خد ياض الموبايل النبى يا عم هات الموبايل يلا اتكل على الله هات البلطة عشان البرد حلوة الطريقة دي حلوة يا معلم تقعد تلم من الناس وترخم عليهم ما لازم يدوك حلوة ايوة عشان هو كده انت من وايه ده الحلو برضو المنظر وفين ايدك يا ايه حلو برضو ده ايوه وعامل اعرج وبتاع لا مش اعرج ولا حاجه بس كل ده لزوم الشغل يا معلم جدع ايوه جدع الله ينور عليك يلا اتكل على الله ايش حتى انا عايز الايراد يزيد ما هو هيزيد ان شاء الله يلا يلا الله يحرق الايراد ويحرق خد تعال هنا تعال تعال بتبرطم بتقول ايه وانت خارج انا ما برطمتش قلت حاجه برطمت يا ابدا يا معلم طب اتكل على الله ما احنا كنا هنمشي رجاله قلت تعال تعال سمعتك المره دي ما قلتش حاجه يا معلم ده الواد ده الواد ده ايوه طب امشي اتكل على الله ماشي ايه ايه حلو صاحبكم اهو بيشحك وانت بنت بتشحت ازاي بنت ايوه معلم انا ما بروحش الزبون لوحده لازم زبون وزبونه مع بعض يكونوا في العربيه واشحب بقى منهم الهي ربنا يخليها لك يا رب ربنا يكرمكم وتتجوزوا وتخلفوا عيال كتير ايه مش هتتجوزها الهي ربنا يكرمك وتطلع المقطم وتلاقيه فاضي يا رب الهي يا رب تلاقوا مكان فاضي ورا مصنع الكراسي وبوليس الاداب يبعد عنكم يا رب ما يكونش في سككم ده يلسع فيكم يا رب بحق جاه النبي طب افرض البنت اللي معاه دي طلعت اخته ربنا يخلي لك اختك يا رب يا رب اختك ما تطلعش المقطم ولا تروح ورا مصنع الكراسي ولو راحت بوليس الاداب يقابلها كده في وشها ولا يتعمل فيها اللي انت بتعمله ببنات الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيك الهي تولع كشفت راسه واتجهت عليك الله ينور عليك يا بنت تقعدي تقولي تقولي لغايه ما يسقف الله ينور جدع يا بيت يلا اتكل على الله خد الجلابيه وروح اشحات يلا ماشي يا معلم حلو يا بيت وانت انا بقى طريقتي مختلفه على كل الناس دي بتشحت ازاي انا باخد معايا قرد يتنطط للناس الم القرشين واروح اخر مره واخد القرد الناس سقفت لنا لم الفلوس وهرب لميت الفلوس وهربت صحيح ياض ربنا معنا لا لا مش هو كان قرد تاني يا معلم حلوه الطريقه دي
وانت بتشحت ازاي؟ انا الوحيد يا معلم اللي بستخدم اسلوبك. انا احب تلامذتي يستخدموا اسلوبي. ازاي انا بخش كده على الزبون وهو قاعد واقول والله العظيم انا مش شحات، انا محفظتي بس اتسرقت في الاوتوبيس، اديني 10 جنيه عشان نرجع بلدنا بنها واخد ال 10 جنيه وافنى. حلوه الطريقه دي. حلوه ايه؟ انا قلت اطول المسافه يمكن اخد فلوس اكتر، دخلت على الزبون قلت له اقسم بالله العظيم انا مش شحات، والله العظيم محفظتي اتسرقت في الاوتوبيس، هات 30 جنيه عشان ارجع بلدنا اسوان. قال لي اركب اركب انا رايح اسوان. والله سابني هناك لوحدي. سابك في اسوان ياض؟ والله راجع حبش. يا ساتر، بس الطريقه زباله اللي انا علمتها لك دي بلاش. امال اعمل ايه؟ انا علمكم طريقه جديده للشحاته زي اوروبا. ايه يا معلم؟ اوروبا الشحات بيقف بكرامته كده، ها، وتلاقيه ماسك اكورديون عمال بيعزف، واخد بالك؟ ماسك مثلا جيتار عمال بيضرب عليه كده يعني. وكده اكورديون؟ يعني كده جيتار يا عم فوق. يحط البرنيت على الارض، الناس تيجي تحط له الحسنه يتكل على الله. حلوه قوي الطريقه دي يا معلم، انا اروح اجربها. يلا بينا، احلى طريقة دي. وانت كنت عايزني في ايه؟ سوى العيال التانية. اسمعنا يا معلم بقى، دلوقتي قرايب الواد بيليا دول جم هنا وعايزين ياخدوا البيت بتاعنا. يعني ايه ياخدوا البيت بتاعنا؟ البيت ده انا شقيان وتعبان فيه طول عمري، يجوا ياخدوه؟ البيت ده بتاعي وعندي ما يثبت ان البيت ده بتاعي، وما تسالنيش ايه هو ما يثبت عشان ما عنديش ما يثبت. احنا بقى عندنا ما يثبت ان هو بتاعنا. ها؟ عندنا ما يثبت. اهلا. احنا جايين ناخد البيت ده ونمشي على طول. تاخد البيت وتمشي؟ ده طلع عبيط يا بيت اللي تاخده وتمشي. قصدي يعني هنهد البيت عليه ونبني بيت جديد. ما ينفعش تهدوا البيت لو عايزين الحق بقى. انا قريت الورق بتاع سالم قريبكم ده، البيت جدكم هو اللي بنيه. لكن الارض ملك الحكومه، لو البيت اتهد الارض هتروح للحكومه، لان جدكو كان واخد الارض حق انتفاع. حق انتفاع ايه ده؟ احنا كده روحنا في داهيه. خلاص ولا يهمكوا، اقعد منك ليها. انا شغالكم معانا هنا. شغال ايه ان شاء الله هنا؟ ايه اللي شغالكم مع الرجاله تشتغلوا معاه؟ اشتغل انا ايه؟ انا يعني اشتغل ايه؟ اشتغل شحاتين. مش احسن ما تشحتوا؟ ايه يعني؟ انا بجيب لكم شغلانه محترمه. انت ايه؟ يلا علموهم الشحاتة والبت اللي لابسة امريكاني دي وقفوها في شارع الهرم. ها؟ يلا. حاضر يا معلم ما تقلقش، خد ياض انت وهو. ياض احنا نعلمكم الشحاتة. ماشي اسكت. بص معايا اسكت. تعالى هنا هنعلمكم الشحاتة. هنعلمكم الشحاتة باسلوبنا احنا، اسلوب جديد. هنعمل فيلم العفاريت بتاع استاذ عمرو دياب والاستاذه مديحه كامل، فاكرينه؟ ايوه. اللي كان فيه الكتعه والحاجات دي. أيوة. خلاص هتخش جوه التمثيل، اللي هيثبت نفسه كشحات هو اللي هيكمل معانا. خلاص يلا جهزوا. يلا تياترو مصر. حرام حرام يموت ضحكة بريئة تشتت الإنسانية. حرام. يعني ايه الكتعة تيجي قبل العين؟ ايه التهريج ده؟ يا عبقرين الزفت. يا معلمة ازيك يا معلمة؟ ازيك يا معلمة يا كتعة يا معلمة؟ اتأخرت ليه؟ وانا جاي محاضرة. ايه اتأخرت؟ انت بترد عليا؟ بس ايه ده انت وانا اسد؟ هتقعدي تعملي كده؟ ولا ايه يا معلمة؟ فين ايراد البودرة يا؟ بودرة ايه؟ ما انت خدتيها يا معلمة، انت بتنسي؟ صح. طب بص خد كيس البودرة ده، عارف هتعمل بيه ايه؟ ايه كريمة لباني؟ ما انا مش عارف. افلام. حاضر. ما انا عارفة اروح اوزعه على الزباين عشان يشموا المدمنين بقى. تمام ماشي يا معلمة. فين بيليا ولوزة؟ بيليا ولوزة هنا يا معلمة. يا بيليا يا لوزة، يا بيليا يا لوزة. هم معلمة. بستكي 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 ناو شوكولاتة جيرسي واكلة الجو. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. ايه ده انا نسيت البس الباروكة. ازيك يا معلمه؟ يعني ايه المشكله في الباروكه وده ما فيهوش مشكله؟
معلش هو الشكل مقرف اصلا. ايه ده ايه ده؟ فنكمل على اساس ان بنت. يلا يا لوزه يا لوزه، ايه ظهر ده؟ خذ حط له البودره دي في وشه. ايه ده؟ ممكن يبقى اي كلام. ازيك يا معلمه؟ بقول لك ايه يا بليا، ايه خدي كيس البودره ده. لا انا حلوه طبيعي، ما بحطش بودره. ما تضايقونيش. يا معيمه كتعه، يا معيمه كتعه، انا عايزه كيس بودي، عايزه كيس بودي، عايزه كيس بودي. تعملي بيه ايه؟ عندي تسيخات والله مسيخه يا ولاد. البت دي تبقى معاكي وانت بتوزعي كيس البودره ده. حاضر حاضر، عشان ما تضايقش. حاضر يا ابله كتعه. سلام يا كتعه. بس تعالي نشحت هنا، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان من هنا بتعدي ماما كريمه، نفسي اسلم عليها. ايه ده؟ ماما كريمه اللي بتطلع في التلفزيون؟ ايوه. ايه ده؟ ماما كريمه جايه بالعيبيه اهي. اهلا يا فندم. ماما كريمة عربية، ركزي عربية. ايه ده؟ دي راكبة عربية ولا نعامة دي؟ ماما كريمة، ماما كريمة. ايه ده؟ انت يا متخلفة. هو اللي راكبة عربيات هوا تدوس على بنات الناس؟ في ايه؟ ايه بحبك يا مش حاسبي يا بت وانا ماشية يا بت. وانت كده ماشية؟ ده ايه القرف ده؟ انا بحبك يا ماما كريمة. ايه ده؟ اتكلمي كده؟ إلهي يا ربي لو ما اديتيني فلوس تتفحمي مكانك وتبقي تبع الكلبة. ايه ده يا بت؟ انت صوتك نبرته حلوة بجد. شكلك يا بت مغنية. غنينا حتة كده. اغنيلك حتة طرب؟ ايوة. ليل نهاري ايه رأيك؟ برافو يا بت. إيه انا هكتشفك بجد. انا هوديك لعمرو دياب يكتشفك يا بت. دي عبيطة، اقتنعت بصوتي. عمرو دياب بيحب المواهب الجديدة. ماما كريمة انا موهبة شابة جديدة. شيخ راسي انت ملناش دعوة بيكي، مالكيش لازمة في الفيلم أصلا. انت جاية كده مع صاحبتك تيشا. ايه يا وليه؟ في ايه؟ تيشا انت تيشا. انا البطلة. ده شكل بطلة، ده الفيلم هيسقط من اوله. خلاص يا بت ما تكلميش في الفيلم ما يخلص. ماشي خلاص خلاص. يلا يلا، انت الحلوة الأمورة اللي جاية كده مع البطلة. ماشي.